ان الانسان استطاع ان يستعمل الكمبيوتر، يعني يتطور البيم. جميل جدا، جميل جدا استاذ. طيب هي اثناء المحاضره يعني خلي المكات مفتوحه ونقعد نتكلم، يعني انا مش هدي محاضره والناس تسمع، لا احنا كلنا بنتكلم وكلنا بنتبادل المعلومات وكلنا بنستفاد من القعده يعني اسمح لي حضرتك ان شاء الله. أستاذ، اسمح لي سؤال، يعني لكن بالإمكان يعني ترفع الصوت، يعني يعني حاضر، تمام حاضر. طيب كده صوت واضح، انا احاول القدر الامكان اعلي الصوت ان شاء الله. كده صوت واضح. الو، ألو، ايوه، هل وين؟ الصوت واضح؟ أحسن أحسن. تمام، ان شاء الله احاول اعلي الصوت باذن الله. طيب شكرا. الله يكرمك، وزي ما قلت انا منتظر كل شويه حد يسال في النص، حد يعمل مداخله، حد يصلح لي ونقعد نتناقش، وانا هقف كل شويه ويبقى في زي هوم وورك او في حاجه مطلوبه مننا بعد كل محاضره نعملها ان شاء الله. طيب من زمان جدا، من زمان جدا، من الاف السنين والانسان بيبني مباني عملاقه ضخمه جدا، والمباني دي بيبقى في مشكله ان لو المبنى اول مره نبنيه بيبقى عندي يعني عدم تقدير كافي للتكلفه الكوانتيتي او نعرف قد ايه، والوقت التايم عندي مشكله في تحديد الوقت والتكلفه. فمن زمان جدا واحنا بنبني بيبقى مش عارفين المبنى ده هيتكلف وقت قد ايه وهيتكلف فلوس قد ايه، وفي بعض المشاريع بيكون عاملين حسابنا مثلا انها تتكلف مليون، بس لما بنشتغل فيها تكلف ما يقارب مثلا 10 مليون، تكلفة بتبقى كبيرة جدا. وده حصل مثلا مع السلطان حسن عندنا في مصر، ان هو كان عايز يبني مسجد وكان عايز يعمل وضخم جدا، فالتكلفة بتاعته كانت كبيرة جدا، خدت الفلوس اللي في القصد كلها. هو حتى كان يعني كان متردد ان هو يكمل المسجد ولا لا، وقال كلمة، قال لك لولا أن يقال أن سلطان مصر لا يستطيع أن يبني مسجد لوقفت الجولة فيه. وفعلا قضى على الخزنة كلها، وكان عايز يعمل حاجة ضخمة جدا فكانت تكلفة كبيرة جدا. طيب احنا زمان قعدنا فترة طويلة جدا، وفي ناس كتيرة جدا لغاية دلوقتي شغالة بأسلوب الكاد. احنا عايزين ننتقل بقى من الكاد للبيم، فهل في فوائد للموضوع دوت؟ لا مفيش فوائد. هل هي مجرد بس موضة، او هل هي مجرد بس ناس بتحاول تعملها خلاص ولا لا؟ تمام، دي مثلا مخطط تقريبا من 4000 سنة، كان واحد مصمم شغل البيت، فتلاقي التصميم قريب قريب من التصميمات اللي موجودة دلوقتي، مسقط رأس، وده تصميم كان موجود في باب العراق 4500 سنة، ده تمثال المسقط بتاع المكان، وده موجود في مصر. تمام، ده هو المخطط للمعبد، موجود جوه المعبد، فدي حاجات من آلاف السنين. وده مثلا من سنة 1672، ده مخطط جوه أو مجسم جوه كنيسة. تمام، يعني هم قالوا عشان الناس كلها تبقى فاهمة المبنى ده بيبقى عامل إزاي وما يحصلش لخبطة، عملوا مجسم مصغر للمبنى اللي اتعمل، وكل الناس اللي شغال في المشروع شايفه المبنى ده قدامهم وعاملين حسابهم ان هو المبنى يطلع بالشكل ده. طيب احنا في الفتره اللي فاتت دي في تطور كبير جدا في مجال الموبايلات، في مجال السيارات وهكذا، لكن في مجال المقاولات من اكتر من 500 600 سنه مفيش اي اختراع، يعني مفيش اي تطور كبير حصل. بالظبط خلال 50 سنه اللي فاتوا نفس نفس الاكوبمنت اللي بتستخدم في المقطع هي اللي، تمام، مفيش اي تطور خالص. ودي يعني رساله الدكتوراه اتعملت في الموضوع دوت، الا مجال البيم. مجال البيم قدر يدخل ويعمل نهضه كبيره جدا وغير جدا في صناعه البناء، وقدر يكون سبب في دخول بعض التقنيات لمجال البناء ما كانش هتدخل لولا فكره البيم. طيب احنا بنلاقي مثلا
المخطط ده بيحكي ايه؟ ان في الطريقه التقليديه احنا عندنا دوره حياه المشروع، لسه بنخطط للمشروع في كونسبشوال ديزاين، في ديتيل ديزاين، في مجال الكونستراكشن بنبني فيه، في مجال الاوبريشن اند مانجمنت بنعمل تشغيل للمبنى. كل ما واحده فيهم في شركه تانية هي اللي بتشتغل، فبيحصل فقد للمعلومات. يعني مثلا في مرحله الكونستراكشن شركه بتبني بتسلم الشغل ده لشركه هتعمل اداره للمشروع، فبيحصل ضروب جامد جدا في نوعيه الملفات اللي موجوده، في ملفات معلومات بتفقد، بيبقى في اكثر من ملف اوتوكاد فهو مش عارف يشتغل على انه واحد، فده عامل لنا مشكله كثيره جدا. في مجال البيم قدر يحل المشكله ديت ان هو نفس الموديل، لنفس الموديل الناس بتبدا تشتغل شغل بيه وبيقعدوا يطوروا فيه، وبتاخد موديل واحد بس دي للشركه الثانيه هي اللي كمل شغل عليه. لقينا مشاكل كتير جدا في مجال الكونستراكشن، يعني بنلاقي في مشكله جدا في موضوع الكوردينيشن، في مشكله جدا في موضوع الريورك، في مشكله تشينج اوردر، في مشكله في الديلي، في الكوست، في الكليم. تكون انت متفق على حاجه وبعد كده تحصل تغير فتقول لهم انا بطالب بفلوس اضافيه او حاجه زي كده. في هدر الموارد، في 25% من موارد العالم بتهدر في مجال الكونستراكشن، في هدر، في مشاكل كتيره في موضوع الطاقه، الحاجات دي كلها. كل المشاكل دي ليها حلول في مجال البيم، يعني البيم بينظر للموضوع من وجهه نظر اخرى. فتقريبا كل المشاكل اللي موجوده في مجال البناء قدر ان هو يحلها. يعني على سبيل المثال من ضمن المشاكل الموجوده ان المالك بيبقى متخيل شكل معين او حاجه معينه، بس هو مش قادر يفهم مخططات الكاد فمش قادر يعترض عليها. انما في البيم بيبقى شايف حاجه 3 دي زي ما تحصل، وممكن نشوفها فيرتشوال رياليتي اللي هي النظاره اللي بيلبسها، شايف المبنى عامل ازاي. تمام؟ فاصبح في رؤيه للمالك وان هو يقدر يعدل قبل ما نبني. لما المالك يحط التعديلات بتاعته قبل ما نبدا نشتغل في الموقع بيكون سهل جدا، بدل ما يقول التعديلات دي واحنا بنينا خلاص، واحنا خلاص بنينا المبنى كله وشغالين عليه وكده، بعد ما بنيت المبنى يقول لك لا انا عايزك مثلا تكسر حائط معين او اوبننج معينه، او مثلا انت عامل فيلا فيقول لك مثلا لا حمام السباحه انا مش عايزه الارض، لا انا عايزه فوق السطح مثلا. فتلاقي ان التعديلات اللي ممكن تحصل هتكون كبيره جدا. تمام؟ فالبيم مش هو تطور للاوتوكاد، هو اسلوب اخر للشغل. وعايزين نفرق ان البيم ده مش برنامج، يعني مفيش برنامج اسمه بيم. هو في نظريه اسمها ان انت تشتغل بيلدينج انفورميشن مانجمنت. بيلدينج انفورميشن مانجمنت يعني تقدر تدير معلومات المبنى. تمام؟ هو معلش بس التخصصات بتاعت الناس الموجوده. باشمهندسه ليلى حضرتك تخصص ايه؟ الو؟ ايوه حضرتك تخصص ايه؟ ما سمعتك؟ حضرتك تخصص معماري انشائي؟ هيدروليك. جميل. اللي هي الحاجات الخاصه مثلا بالمياه او حاجات زي كده. بالمياه. صرف المياه و تريتمون، كيف يقولوا تريتمون، وتطهير المياه. ايوه تمام جدا. ابو باشمهندس عبد القادر. انا مهندس معماري. يعني يعني انا الاول في الانشاء. مظبوط والاول في الفكره وكل حاجه. طيب هل تتخيل لو احنا الثلاثه شغالين في مشروع، ممكن المهندس المعماري يكون عامل تصميم معين غريب شويه او في فكره جديده شويه، فبقيه المهندسين الانشائي والميكانيكال والالكتريكال مش متخيلين او مش شايفين المشروع، مش فاهمين من المخططات التو دي غير في اخر مشروع، يعني بعد ما المشروع خلص وشافوه مبني قدامهم فهموا المعماري كان عايز ايه. ده ساعات بيحصل ان في فجوه بيننا وبين بعض، فالفجوه دي كانت موجوده في الاوتوكاد، لان لو احنا كده نركز مع بعض ونفكر مع بعض، الاوتوكاد ما بيقدرش يعرف الرابط بين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث. يعني ايه اللي يعرفه ان ده الدور الاول وان ده فوقيه الدور الثاني مش الدور الثالث؟ يعني لو انا عندي برج وفي دور في النص اللي هو دور مثلا الميكانيكال اللي هو الهيدروليك والحاجات ديت،
حاطين مثلا بامب مثلا بتاخد الميه من الدور اللي فوق ومن الدور اللي تحت بتطلع فوق مثلا. الدور ده، الدور اللي في النص ده انا ما اعرفش ايه علاقته يعني في انهي دور من الادوار، يعني لو هو مش مكتوب رقم مش هقدر افهم في انهي دور من الادوار. الاوتوكاد ما بيفهمش الموضوع دوت. البرامج البيم بتبقى عامله كل حاجه في نفس المبنى، يعني لو جيت خدت سيكشن هلاقي ان الدور دوت مثلا هو رقم 25 25 مثلا بين الادوار. فموضوع التكنولوجيا البيم دي بتفرق كتير جدا معانا في الشغل، وبتسهل كتير وبتحل مشاكل كتير جدا. هو عباره ان انت بتشغل اي برنامج، عندك برامج كتيره جدا، يعني مثلا بالنسبه للمعماري عنده مثلا برنامج الريفت الاركتكتشر، عنده برنامج الاركيكاد، عنده برنامج اول بلان، وتقريبا كل البرامج دي استوديو ماكس. لا استوديو ماكس مش بيم. طب حلو قوي ان حضرتك قلت 3 دي ماكس. استوديو ماكس ليه مش بيم؟ ليه؟ الله ينور عليك، انا عجبني السؤال ده، لان لو انت عملت سيلكت على اي جزء فيهم مش هيقول لك ان ده حائط او ان ده كولوم او ان، يعني مش هيقدر يديك اي معلومه. هو بيعتبر كله كتل، بيعتبر كله ماس. يعني هو ما يفصلش مش كما ارشيكاد اوتوكاد 3 دي. هل هو بيم؟ هو بيم. طيب خليني احاول كده افتح لك مشروع كده يكون عادي بالشبه الشغل عندي ونشوف الفكره فين. الفكره في يعني ايه اللي عرفت ان ده بيم ولا مش بيم؟ لو عملت سيلكت على اي عنصر تعرف كل الخصائص بتاعته. لما بتعمل سيلكت في برنامج زي 3 دي ماكس بيقول لي معلومه ايه؟ بيقول لي ده الكتله بتاعته طول وعرض وارتفاع. تمام؟ بس ما يقدرش يقول لي اليو فاليو قد ايه؟ هو ملوش علاقه بالموضوع دوت. يعني لو فتحنا مشروع عادي، المشروع ده اللي جاي مع البرنامج، مشروع بسيط خالص. لو جيت في اي لحظه يا استاذ انت بتقول لي ان الماكس كتله، يعني هم مش غير الارشيكاد، غير الارشيكاد والريفت. ايوه انا لو عملت السيلكت يعني يظهر لك يعني فوليوم، يعني شكل. يعني خلينا نعمل الموضوع ده مع بعض. لو انا عملت سيلكت اهو على جزء دوت، جاب لي ان ده روف، تمام، وجاب لي الفوليوم والاريا. الفوليوم والاريا هم دي المعلومات اللي ممكن تاخدهم من 3 دي ماكس. لكن لو دخلت هنا في الايديت تايب تلاقي في معلومات خاصه بالثيرمال ماس، حاجات خاصه بالثيرمال اللي هي الار فاليو واليو فاليو. دخلت هنا انتيريور الانتيريور، الحاجات الخاصه بالحسابات، يعني لو انت عايز تعمل حسابات خاصه بالانرجي موديل، او خاصه بالتكييف، او خاصه بالمبنى دوت هيبقى عامل ازاي، هتلاقي حاجات خاصه بكده اهوت. كل ماده من المواد نقدر نشوف الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها. تمام؟ ونقدر نشوف الثيرمال بتاعتها اهوت. تقدر تلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تشوف المبنى ده صديق للبيئه ولا لا. لو انا خدت الموديل اللي موجود في ال 3 دي ماكس او في الاوتوكاد 3 دي او اي برنامج من البرامج اللي بتعمل 3 دي وحاولت اعمل له دراسه، هو مش هيقدر يعمل اي حاجه خالص لان هو ما عندوش المعلومات دي. اكيد طبعا، اكيد لو انا باني بالخشب، لو انا باني المبنى بتاعي بالخشب غير لما ابنيه بالطوب، غير لما ابنيه مثلا بالازاز، فالخصائص دي ما بتفرقش مع البرامج الثانيه، انما هنا بتفرق جامد. تمام؟ طيب خلينا نعمل سيلكت لاي عنصر اخر مثلا زي دوت. هيقول لي ده وول ملينيوم، دي الحاجات اللي هي بتاعت الالومنيوم. كل حاجه بتعملها سيلكت بيقول لي ده مثلا ده كيرتن وول. ولو دخلت جواها بيبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بديت، وتقدر تدخل في الاستراكشر بتاعتها هتلاقي كل الماتيريال الموجوده. دي الحاجات بتاعت الفينش، الثيرمال لاير، الاستراكشر، الفينش، كل الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها لعمل الدراسه. طيب لو انا دلوقتي المشروع ده انا ما فتحتوش قبل كده، عايز اعرف الكلاشات فين، يعني لو في 3 دي ماكس حابب تعرف الكلاشات فين، هو شايف ان كل كتله
فممكن يعتبر الباب والحيطه حاجه واحده، يعتبره كلاش مثلا. تمام، انا عايز اعرف الكلاشات بين حضرتك وبشمهندسه ليلى اللي هي البايب والحوائط. تمام، فهو في امكانيه في اسمح لي استاذ، بالنسبه للكلاش يعني معنى تاعه يعني المعنى. بص، كشف التعارضات، التعارضات الكلاش ديتكشن ده عباره عن ان انا عايز اعرف المشاكل اللي موجوده في الـ في الـ في الموديل بتاعي. على سبيل المثال، في مشكله بتحصل في الكونستراكشن، في المباني واحنا بنبني، ان مثلا التصميم بتاع التكييف في تعارضات مع الاستراكشر. تمام، هو عامل ضغط كبير مثلا فخابط في العمود. المشاكل دي لما بنلاقي مشكله زي كده، بعمل اول حاجه بعملها ايه؟ ستوب وورك، كل فرق العمل توقف شغل وندرس المشكله دي ونشوف الحل ايه. وممكن الحل يكون ان انا اكسر حاجه اتعملت. تمام، يعني انا عندي حاجه اتعملت تكييف مثلا، وعندي كيبل تري كهرباء هيعدي، فانا مضطر ان انا اكسر في شغل قبل كده. في مشروع قبل كده كان في كاميرات اللي هي يعني ستراكشر، ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى بيم، عندي بيم في المشروع سدد الطريق قدامي، وانا في تكييف لازم يعدي، ولو التكييف نزل من تحت القمر هيخبط في الناس، هيبقى ارتفاعه متر بالظبط. فكان الحل ان انا اكسر الكاميرات، كاميرات الانشائي اللي المبنى واقف عليها، ممكن المبنى يقع. فالبديل لكده بكبر الاعمده، يعني كان ليها حلول انشائيه بس كان تكسير. يعني انت بعد ما بنيت حاجه وصرفت عليها بتضطر تكسر. ليه؟ لانك اكتشفت المشكله في الاخر، احنا عايزين نكتشف المشكله في الاول. تمام، فانا دلوقتي لو عملت سيلكت مثلا على دوت وهقدر اعرف المعلومات. طب انا عايز اعرف هل ده خاوت في حاجه ثانيه ولا لا؟ فانا في كل برامج البن عندي حاجه اسمها انترفيس تشيك، اقول له ران انترفيس تشيك واقول له جود لي الكلاشات بين كذا وكذا، يعني مثلا بين الوول والفلور. تمام، او بين يعني اي حاجتين مع بعض. هو يبدا يدرس المشروع كله في ثواني ويقول لي المشاكل موجوده فين، او جاب لي مشاكل موجوده. فانا ابدا ادرس المشاكل دي واشوف هل فعلا مشاكل ولا لا. تمام، ففي الاخر لما بلاقي اي مشكله بحلها على الكمبيوتر. لما تحل مشكله على الكمبيوتر تكلفتها صفر، انما لما تيجي تحلها في الموقع نفسه بعد ما بنيت بتلاقي التكلفه كبيره جدا. اقول لحضرتك مثال واقعي شفته في 3 مشاريع، الا وهو ان الناس ما كانتش شغاله بيم، وبعد ما بنت العماره برج كامل طور، اكتشفوا ان الشغل السيلينج، شغل السيلينج كتير جدا، فالسيلينج هيبقى اللي هو السقف السائط هيبقى واطي جدا، هيبقى مثلا 1.90 متر، فالمبنى ما حدش يقدر يسكنه. يعني هتدخل هتلاقي السقف واطي جدا، راسك بتخبط في السقف. تمام، فكان الحل ان هم يوقفوا يعني هم خلاص عملوا شغل الاستراكشر خلصوه، وبداوا يحطوا شغل التكييف والبلامنج والحاجات دي، فاكتشفوا المشكله ديت. ففي بعض الحاجات كان ما كانتش معموله بيم، فاضطروا ان هم يوقفوا شغل خالص، وبقى لهم اكتر من سنه بيدرسوا ازاي يحلوا المشكله دي، عايزين يلاقوا حلول بحيث ان السقف الصوتي يبقى رفيع جدا والناس تقدر تدخل بدون مشاكل. في مشروع تاني كان جنبيه في نفس البلد، الاثنين في مصر في اسكندريه. كان في المشروع دوت في اوله كانوا شغالين بيم واكتشفوا المشكله دي، وبداوا يفكروا وبداوا يدوروا على حلول قبل ما يبنوا، واتفقوا بدل ما الدور يبقى 3.5 متر، لا يبقى 4 متر، والمشروع خلص، المشروع في مدينه العالميه. تمام، فموضوع التشاور بالبيم ده اهم حاجه فيه ان انت تتنبأ بالمشكله، تعرف المشكله قبل ما تحصل. تمام، يبقى في المكان ده هيبقى في مشكله. تمام، مفهوم يا شيخ. تمام، طيب احنا عندنا الاوتوكاد كان بدأ تقريبا 1982 وتطور بشكل جامد جدا، بس لما بنيجي نقارن بينه وبين البيم بنلاقي ان البيم بيخلص الشغل اسرع.
ازاي بيخلص شغل اسرع؟ طب خلونا نفكر مع بعض كده، كل واحد يقول هو من وجهة نظره ازاي البيم لما عملوا احصائيات لقوا ان البيم بيخلص شغل اكتر اسرع ازاي؟ يعني باشمهندس عبد القادر. من العمل يعني من العمل الاجتماعي الجماعي بين يعني ما دام ان الناس يعني المهندس المعماري المدني والكهربائي يعني يعملوا يعني في يعني مرة واحدة يعني ما يكونش يعني هناك يعني وقت ضائع. انا مهندس يعني اصمم، بعد يجي الانشائي يدرس يعني الستركتشر، ومن بعد يجي الكهربائي، ثم يجي البلومبي كما نقولوا هنا بلومبري، اي صافي دي هنا يعني في اوليو باش يعني المشروع ينجز يعني يتم في مثلا 6 أشهر او عام، ربما المده هنا تطول الى عامين ولا 3 سنوات. ماشي يا سيد فاضل، اللي حضرتك بتتكلم فيه ده كلام فعلا مكتوب في كتب اسمه انتجريتد بروجكت ديليفري، اي بي دي، انتجريتد بروجكت ديليفري، اللي هو ان احنا كلنا مسؤولين عن المشروع من اول يوم. تمام، دي نظريه في الاداره، بس من غير البيم بتبقى ضعيفه شويه. طب ثانيه، انا حاسس ان في صدى صوت، بحاول اشوف ده اسمه انتجريتد بروجكت دريفري. تمام، الو الو وي وي. طيب الفكره كلها في الانتجريتد بروجكت دريفري اللي حضرتك بتقول عليها، ان انا كلنا مسؤولين عن المشروع، ما فيش حاجه اسمها انا مسؤول عن جزئيه معينه ولو المشروع في مشكله ماليش دعوه، لا كلنا مسؤولين عن الشغل، كلنا مسؤولين عن ان احنا نطلع شغل بـ 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 بافضل اسلوب معين. ان كلنا بنحضر الاجتماع حتى لو انا دوري هيجي بعدين. لو انا مثلا شغال في الاوبريشن، الاوبريشن ده اخر مرحله، لازم اكون موجود في الاول خالص واقول اذا كانت المواد دي هتبقى مناسبه ولا مش مناسبه، والحاجه دي هتنفع ولا مش هتنفع. لو انا شغال في الاستدامه لازم اكون موجود في الاول بحضور الاونر. بحضور الاونر. وكل الاطراف تكون موجوده، مفيش حاجه اسمها طرف ما يبقاش موجود. كلنا موجودين وكلنا مسؤولين عن المشروع وكلنا بنتشارك المعلومات. مصدر واحد للمعلومات. الاوتوكاد كان مشكلته كل واحد عنده الفايلات بتاعته على الجهاز بتاعه. البيم لا، كلنا موجودين في نفس المكان. يعني هو نفس الموديل، كلنا بنتشارك نفس الموديل دوت. يا استاذ هناك الصوت يعني ماشي يوصل يعني بصفة واضحة. الو الصوت كده. الو نعم. طيب انا مش عارف الشرشره منين. طيب الفكره ان احنا كلنا بنتشارك المعلومات، بيبقى في مصدر واحد للمعلومات، كلنا بنحط في المصدر دوت وكلنا بناخد من المكان دوت. دي فكره الانتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا كلنا مسؤولين عن المشروع. تمام؟ طيب ايه راي حضرتك البيم ليه وفر وقت عن ال مش انسى ليلى. طب ثانية واحدة مش سامع صوت. معلش. معلش. المايك. اتفضلي. الو. 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 الو اتفضل. اتفضل. الو اتفضل. الصوت واضح. طيب حضرتك ايه راي حضرتك ليه البيم بيوفر وقت في غير الكاد؟ باشمهندسه ليلى.
طب حضرتك سامعانا طيب؟ نعم. طيب السؤال، حضرتك معتقد متوقعة ليه البيم بيوفر وقت عن الكاد؟ طيب هو الكاد اتفضل اتفضل. الصوت مش واضح، باشمهندس عبد القادر حضرتك سامع باشمهندس ليلى؟ أنا أسمع، لا أسمعها. أنا أسمع فيكم. تمام. طيب هو ألو. اتفضل. هل حضرتك معتقد، هل شايف ان الكاد اسرع ولا البيم وليه؟ هل هل الاوتوكاد اسرع من البيم ولا البيم اسرع وليه؟ بس الأوتوكاد يعني وسيلة برك للبيم؟ جميل. هو اسلوب الاوتوكاد دونك قد ما يكون أسرع الأوتوكاد يكون أسرع البيم. هو ممكن يكون الاوتوكاد اسرع في حالة ان شخص شغال بقاله كتير في الاوتوكاد واول مره يشتغل بيم، يعني لو هو شغال نفس الفتره دي 6 شهور ودي 6 شهور، او شغال ده سنه وده سنه، هيلاقي البيم اسرع. ليه؟ لو احنا كده بصينا على حاجه عمليه، ان انا هنا في، لو انا جاي ارسم اوتوكاد، لو انا جاي ارسم اوتوكاد، فانا برسم لاين لاين وبعمل اوفست، وبعد كده مثلا في كيرب، ولو رسمت البلان ما مش هيفيدني في حاجه في رسم المساقط او السكشن او الحاجات دي كلها. يعني ان انا عايز ارسم مثلا حيطه، اجي هنا ديتيل لاين وهبدا ارسم خط، وبعد كده ارسم خط تاني على اوفست معين بالشكل دوت، ولما اجي ارسم كورنر لازم اعمل اوفست، فالحاجات دي تاخد وقت. انما في البيم لا، انا برسم حيطه فبقول له اركتكتشر. طيب وبمجرد ان انا برسمها هو اوتوماتيك، اول ما بيرسم الحيطه دي بيعمل لها 3 دي بتاعتها. لو دخلت في 3 دي هلاقي كل التفاصيل بتاعتها، تمام. لو جيت عايز سيكشن هيديني السيكشن بتاعتها في ثواني، فهتلاقي ان هو مش محتاج وقت خالص، هو بيسهل عليا الوقت كتير قوي، بس بشرط ان يكون شغال فتره معينه قد الفتره ديت. يعني لازم نجيب 2، واحد محترف اوتوكاد وواحد محترف بيم، او واحد يعني ما بيشتغلش قبل كده بيم ولا شغال اوتوكاد، ويعني الاثنين يكونوا زي بعض، ما يكونش واحد فيهم خبره والتاني مش خبره. دي الفكره. فهتلاقي في البيم اسرع. طيب في حاجه تانية، لو الحصر ده بياخد وقت كتير جدا، الحصر بياخد وقت كتير جدا، ممكن ياخد اسابيع عشان نخلص الحصر، اللي هو ان انا اعرف عندي كام حيطه، عندي كام عمود، عندي كام كذا. فالحاجات دي بتتم مانيوال في الاوتوكاد، انما في البيم بيتم جاهز جدا. يعني هو الجدول عندي جاهز ما بياخدش وقت خالص، تمام. ولو اي حد عايز يشوف الحاجه اللي انا بقولها في البيم بتتعمل ازاي في الريفت، مفيش مشكله نقدر نشوفها مع بعض، تمام. يعني لو انا قلت له انا عايز ملف جديد خالص اهو نيو، وقلت له اوكي ده ملف فاضي خالص، انا هعمل الجدول قبل ما اشتغل. يعني السكادول بنعمله في التمبليت قبل ما ابدا شغل، بيكون جاهز معايا من مشاريع قبل كده اهو. السكادول اهوت، هقول له انا عايز اعمل سكادول فاضي، انا لسه ما رسمتش حاجه، نيو سكادول للوول. تمام، وخدت كل المعلومات ديت اهي وحطيتها هنا في الجدول. الجدول فاضي عشان انا ما عنديش اي حاجه اترسمت لسه، تمام. فالجدول فاضي خالص. بس لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم مثلا في الفلور هنا، هرسم مثلا وول اهو، ده 6 حوائط. فلما اروح للجدول هيقول لي ان انت عندك 6 حوائط، وكل حائط الاريا بتاعته قد ايه، وكل حائط الاسمبلي كود بتاعته قد ايه، والكومنت، وكل الخصائص اللي انا ممكن احتاجها عشان اخد قرار الحاجه دي افضل ولا ديت.
يعني ممكن يكون عندي عايز اقارب بين نوعين من الازاز زجاج، فالزجاج دوت عايز اشوف انتقال الحراره فيه اقوى ولا دوت، فبعمل ده مره وده مره واعمل عليه الاناليسيس بتاعته، فيطلع ده الرقم بتاعه ده الرقم، وانا اشوف انهي الافضل لي. فالموضوع ما بياخدش وقت خالص، زائد ان اي شغل بيتعمل على البيم يعني بالنسبه افضل. اسمح لي يا استاذ، اتفضل. يعني حنايا يعني في الوقت في الرسم، يعني كل ما نرسم يعني يخرجني الكمي والكيفي، يعني يخرج الدوفي، يعني كيف نقول هو بيخرج لي الكميات 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 كمية ما الكوانتيتي. عندما نرسم يعني حائط ولا مثلا ويندوز أو أي حاجة دور، يعني يعطيني الكميات ويعطي لك السعر ويعطي لك يعني كل التفاصيل على هذا النموذج. مظبوط مظبوط. السعر انا بدخله، يعني انا ببقى كاتب السعر بالمشروع معناها قبل كده. يا أستاذ، معناها هذا هو يعني هذا هو السبب أن البيم أخف، يعني وسيلة أخف من الكاد. انا اقول لحضرتك حاجه، انت حضرتك مثلا اخر مشروع حضرتك اشتغلت فيه كان ايه؟ مشروع اخر مشروع حضرتك اشتغلت أنا فيه. كنت يعني أنا كنت فاتح يعني مكتب دراسات، لكني ضروري يعني في الـ يعني حاليا أشتغل يعني موظف عند الدولة. تمام. آخر مبنى حضرتك بنيت فيه كان إيه؟ كان عمارة سكنات سكنية، جماعية، مستشفى، كان مبنى جمعية؟ سكنات جماعية، يعني على سكنات جماعية. كوليكتيف. جميل جدا. وبشمهندس ليلى، آخر مشروع حضرتك اشتغلت فيه إيه؟ محطة تطهير المياه في جميل، بجاية. حلو. لو انت بعد ما خلصت المشروع دوت قلت لك انا عايز نفس المشروع ده تعمله جنبيه، تمام، سواء وحدات سكنيه او تحليه مياه، انت خلاص عملت المشروع ده، انا عايزه منك بنفس الحجم بنفس التفاصيل بنفس كل حاجه، هتلاقي نفسك قبل ما تشتغل انت عارف ممكن تواجهك مشاكل ايه، هتطلب الحاجات امتى، اللي هي المواد الخام او الابواب او المواسير او الحاجات دي كلها، عارف تكلفه المشروع ده كام بالظبط. يعني انا اشتغلت مع واحد كان كل شغله حمامات سباحه بس، حمامات سباحه بس، سويمنج بول، ففي اي لحظه اساله المساحه دي تفاصيلها ايه يقول لي عليها من الذاكره من غير ورقه وقلم. فهي الفكره كلها في كده، لو انت عملت المشروع دوت بالبيم كانك عملته على الحقيقه وطلب منك تنفذه في الموقع، فقبل ما بتنزل الموقع انت متخيل المشاكل ايه وحلتها، متخيل التكلفه هتبقى كام. البيم مش بيقول لي عدد العناصر بس، لا بيقول لي التكلفه. يعني ايه بيقول لي التكلفه؟ يعني بيقدر يقول لي مثلا ايه، انت عندك عمود، العمود ده هيكلفك كام موظف، والعمود ده هياخد شغل قد ايه، والعمود دوت هيحتاج مثلا مكن قد ايه وايجارها قد ايه، كل التفاصيل دي تتجمع في العمود. يعني ممكن اقول العمود ده هيكلف مثلا، او العمود بيكلف $100، لا بالحاجات اللي حواليه هعرف ان هي لا $120، فانا عرفت التكلفه الواقعيه للمشروع ده هيتكلف قد ايه. دي فائده البيم، بيبقى ادق، زائد ان انا ممكن اربطه بالجدول الزمني بتاع البرمافيرا، بحيث ان انا اقدر اشوف المبنى ده وهو بيتبني واحده واحده، تمام. فموضوع البرمافيرا ده حاجه قويه جدا، خلينا نبقى نشوفها بعد شويه لما نجي لها. افتح بس البرنامج. فكرتها سهلة جدا، وتقدر تتخيل وتشوف الحاجة مبنية ازاي بالظبط، تمام. ده زمان كانوا بيرسموا، وبعد كده بدأوا يدوروا في الكمبيوتر، وبعد كده ياخدوا هنا مثلا انا هو رسم مثلا على الاوتوكاد خطوط وعمل لها اوفست، فكل اللي انا اقدر استفاد منه ان انا بعرف طول الحاجة والعرض بتاعها كام. لما اكون شغال بيم اقدر اعرف اللينس والديبس الهاي اليو فاليو، الاستخدام بتاع الحاجه، ممكن اكتب هنا
استخدام الغرفه دي هتبقى مثلا ريسبشن، هتبقى سليبنج روم، كل المعلومات اللي انا ممكن اعوزها اقدر الاقيها. طيب حضرتك شايف المنظر دوت، ده ستيل سيلينج، دي تفاصيل معينه لما انا اشوفها كده مش هقدر اتخيل شكل المبنى خالص، انما لما اشوفها مثلا بالشكل دوت واقدر اخد سكشن جواها بيبقى الموضوع سهل ان هو يفهم حاجه زي كده، حاجه بالشكل دوت. او ده مثلا حاجه مثلا من ضمن السكشن 3 دي، ده عشان يتعمل الصوره دي لوحدها محتاجه تقعد فيها مثلا اسبوع شغل معماري بترسم نفس الحاجات، ولو حد غير حاجه في اي مبنى انت مضطر تقعد تقيس وتدرس عشان تطلع سكشن 3 دي. في البيم لا، اوتوماتيك، اول ما بيغير حاجه بتتغير اوتوماتيك، اول ما بتغير في البلان بتغير في السكشن، بتغير في 3 دي، بتغير في كل حاجه. خلينا نشوف المبنى اللي احنا كنا فاتحينه من شويه دوت اهوت. اهو انا رسمته قدامكم 2 دي، بس هو مش 2 دي، هو انت لو عملت سيلكت عليه وقلت له وريه في 3 دي هيظهر بالشكل دوت. لو انا جيت لغيت دوت ورجعت تاني هتلاقيه اتلغى من البلان، وهتلاقيه اتلغى من الاسكادول، هو هتلاقيهم 5 بس مش 6. فالمشروع كله كتله واحده، اي حاجه بتتغير بتتغير فيهم كلهم في نفس الوقت، فده بيخليني اشغال بدون مشاكل. يعني مش ببعت لوح للموقع البلان غير السكشن غير 3 دي، لا كلهم حاجه واحده. فده بيقلل اللي هو الار اف اي ريكويست فور انفورميشن، ان هو يبعت لي الحاجه دي مش واضحه، الحاجه دي عايز تفاصيل. البيم اصبح اجباري دلوقتي في دول كتير جدا، في دول كتير جدا اصبح البيم اجباري، في بريطانيا اجباري، في استراليا اجباري، امريكا في المشاريع الحكوميه، في هونج كونج لسه يوم 23/12/2020 بقى اجباري، في كوريا الجنوبيه، في دول الكومنولث، فاصبح في فرص كثيره جدا. فرنسا كانوا قالوا ان هو هيبقى اجباري بس حتى الان مش اجباري في فرنسا. في دول كثيره جدا اصبح البيم اجباري، ما ينفعش تشتغل من غير البيم، ما ينفعش تعمل شغل وتبعته وهو مش بيم، لازم يكون بيم. في قطر مثلا قال لك البيم هو اجباري في المشاريع الحكوميه، لو انت عايز مشروع حكومي او عايز مشروع كبير لازم تبقى بيم. فكاس العالم اللي هو اتعمل 2022 لازم يبقى بيم، كل كاسات كل الاستادات بيم. واي حد عايز يعمل مشروع في الاستاد او عايز ياخد جزء او شغل من الاستاد لازم يعمله بيم. في دبي اجباري، دبي اجباري لاي مبنى فوق ال 20 متر 20 دور لازم يبقى بيم اجباري. طيب البيم مقصود بيه البيلدنج، يعني سواء كان مبنى زي اللي احنا قاعدين فيه او كان كوبري او طريق او مدينه، كل الحاجات دي بيم. ده مثلا مدينه اهيت التفاصيل اللي فيها كلها بيم، فعندك كميه معلومات كبيره لحظيا، يعني انت مش بتحط المعلومات بس، لا ده هو بيبقى فيه سنسور بيبدا يقول لي ده في نويز هنا، ده في ميه هنا، ده في كذا. فالناس اللي بتوع إدارة المدينة عندها تفاصيل في كل حاجة تبدأ تشتغل فيها ازاي. تمام؟ فعنده ده في مشكلة في المكان الفلاني. أيوه. في حد عنده سؤال؟ اتفضل. لا. طيب. فانا عندي البيم هو عباره عن كميه معلومات كتيره جدا، اهم حاجه بالنسبه لي موضوع الاي ان انا يكون عندي انفورميشن. لو انت مش حاطط انفورميشن فمش هتستفاد، هو انت بتخزن المعلومات وبعد كده ممكن لو عوزت اي معلومه يجيبها لك وتقدر تاخد قرار. الام ساعات بيقولوها موديلنج وساعات بيقولوها مانجمنت، ان انا اقدر ادير معلومات البناء ديت، كل المعلومات دي تبقى عندي. فالبيم بالنسبه لي بيبقى اقوى وبيبقى اسرع وبيقلل لي التكلفه وبيبقى طول حياه المشروع، وبقدر استخدمه في الاوبريشن اند مينتيننس. يعني حتى في كود موجود في بريطانيا دلوقتي لازم تعمل له ملفات اسمها كوبي، كوبي كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكشينج، بيبقى مهمته ان هو يبقى عندك كل التفاصيل بتاعت معلومات المبنى، بيقلل الهدر وبيقلل
المشاكل اللي بتحصل وبيقلل الريورك. فعشان كده خلاص ناس كتيرة بدأت تعتمد عليه اعتماد كلي، في شركات بتعتمد عليه اعتماد كلي، في مشاريع كتيرة بتنزل بتقول لك لو انت عايز تعمل المشروع دوت لازم تعمله لي بيم، ما ينفعش تعمل لي بالاسلوب الكاد، لانه عايز يقلل الوقت وعايز يقلل التكلفة ويزود الجودة. وبيبقى اثناء الاجتماع بيبقى سهل جدا ان انا افتح لهم حاجة 3 دي ويشوفوها ويفهموها ويتخيلوها ويعدلوا فيها. التعديل في البيم بيبقى اسهل بكتير من التعديل في الكاد. بنحضر في الاجتماعات، وفي برامج بتاخد ايه، لو انت عندك 100 مشكله بيبدا يعمل زوم عليهم واحده واحده 3 دي، وتقدر تلف حوالين المشكله وتبدا تشوف المشكله وتكتب نوتس او كومنتس او تعليق على المشكله دي ممكن تحل ازاي. ممكن تقول مثلا المشكله دي فلان اللي يحلها. فده بيتم باسلوب او ببرنامج، يعني اقوى برنامج من او اشهر برنامج احنا بنشتغل بيه هو النفس وركس اهوت. خلينا نشوف مشروع كده. البرنامج ده بيعمل كلاش ديتكتيف، يبدا يجيب لي المشاكل الموجوده فين، بيعمل الكوانتيتي بيبدا يجيب لي الحصر الكميات بشكل قوي، بيعمل ريندر، بيعمل انيميتور سكريبت، يعني بيعمل اكتر من حاجه بتسهل عليا الشغل. خليني اقول له اوبن ونفتح حاجه كده نشوفها وهي تبني. الفكره ان انا بقدر اوصل ان انا افهم الناس اللي موجوده في المشروع، المشروع بيتعمل ازاي وفكرته عامله ازاي. ده مشروع مثلا كنت اشتغلت فيه في سوريا، او يعني عملته مشروع موجود في سوريا بس انا موجود ساعتها كنت في قطر. تمام. المشروع بقى اهو بسيط دي خالص. بوريه مثلا ان اول حاجه هتحط القواعد، وبعد كده هتحط مثلا الاعمده، وبعد كده هتحط الفلور، و خطوه خطوه. الحاجات دي بتبقى مكتوبه بشكل صعب يتقري، مكتوبه بشكل البلانر بس هو اللي يقدر يفهمه. أستاذ هذا اسمه اللوجيسيال؟ البرنامج اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حاضر هكتب اسمه هنا، اسمه نافس وركس اللي هو اعمال التجوال، يعني لو احنا حبينا نقولها بالعربي الشيء دهوت. هو من ضمن مجموعة برامج اسمها 4D، يعني بيضيف بعد الزمن للمبنى. أنا مش عارف الشات فين بس اسمه ايه يا شيخ؟ نافس وركس. انا بحاول اكتبه بس مش عارف الشات مش راضي يفتح لي ليه. نافس وركس. انا هحاول نافس وركس جو استاذ ممكن سؤال؟ ايوه تمام. عند بداية المشروع يعني كل طابق يتعمل له بيم ثم يعني ينجز هذا الطابق، أو بالنسبة للطابق الثاني والثالث، هل أن يتم إنجاز المشروع كاملا ويندار له البيم، أو بالنسبة يعني تكون كل طابق وحده؟ هو البيم ميزته ان هو بيعمل لك المشروع كله في ملف واحد. تمام. فده بيفيدك في ايه؟ ده بيفيدك بشكل قوي جدا ان انت لو حبيت تاخد سيكشن في اي مكان يظهر لك كل حاجه. تمام. فده ميزته. يعني خلينا نبص كده على ما يعني الملف دوت مثلا ده محطوط في ايه، المشروع ككل. خلينا ناخد سيكشن في المبنى دوت، هتلاقي ان انت تقدر تفهم المشروع من خلال السيكشن دوت. يعني لو انا عايز اخد سيكشن في البرنامج دوت، البرنامج اهوت نافس، انا عايز اكتب وورد اهو. نفس وركس، هكبر لكم الحجم اهوت.
ده اسم البرنامج نافيس ووركس. اوكي طيب لو انا عايز اخد سيكشن هنا هقول له انيبل سيكشن، وبعد كده هخش هنا في السيكشن تولز واقول له مثلا انا عايز اخد سيكشن من اي مكان زي ما انا عايز. هقول له مثلا عايز اخدها مثلا من الجنب، لو حركت دي كده هتلاقي نفسك بتاخد سيكشن 3 دي، فتقدر تبص كده وتشوف هو ده مثلا الفلور وده السيلينج، فتقدر تتخيل شكل الحاجه تبقى ماشيه ازاي. ده مثلا الكاميرا، فالكاميرا يعني انا شايف انها نازله جامد جدا يعني، وهكذا، فتقدر تتخيل شكل المشروع هيبقى عامل ازاي. فهو بيديك ادوات تسهل عليك الشغل. اهو مثلا اهو في السلم اهو، تبدا تبص كده وتتخيل شكل السلم هيبقى عامل ازاي، الابواب نفسها هل ماشيه متطابقه معاها ولا لا. يعني برنامج مفصل يعني دقيق، يعني ياخذ وقت كثير. لا هو مش بياخد وقت معاك، هو مش بياخد وقت معاك، بياخد وقت معاك لو انت لسه بتبتدي في الشغل، انما لما بيكون عندك خبره في المشروع بيبقى سهل جدا ان انت تبقى عارف مثلا الحاجات دي هتتكرر، فبترسم السلم مره واحده وتقول له اطلع كل الادوار ديت. تمام؟ بتلاقي ادوات كتيره بتسهل لك الشغل، الحاجات التكراريه بنبدا نلاقي لها زي ادنس او حاجه تسهل علينا الشغل. تمام؟ هو في الاول بتلاقي الموضوع بياخد منك وقت، ليه؟ انا مش عارف الحاجه دي تتعمل ازاي، اجي اعملها مش عارف تتعمل. انما مع الوقت بتلاقي استاذ معنا حسب نوعيه المشروع، اذا كان مشروع مثلا انه الطابق الاول والثاني والثالث والرابع حتى يعني بقيه الاطباق يعني يكونوا يعني ايدونتيك يعني كيف يعني نفس التفصيل يعني. لا لا مش شرط، ممكن يكون في اختلافات، انا اشتغلت بمشاريع كتيره فيها اختلافات بين كل دور ودور، وكان البيم بيسهل لنا الشغل ان احنا بنتخيل شكل الموضوع ازاي ونكتشف المشاكل. تمام؟ يعني انا مثلا هنا الموديل ده انا شايف فيه مشاكل كتيره ما كنتش اقدر اكتشفها بالطريقه العاديه، من خلال البيم لا اخدت بالي من حاجات كتيره جدا، او مثلا ان السلالم مثلا خبطه في الشباك. تمام؟ ممكن في الاوتوكاد ما تبانش، انما هنا خلاص بانت اهي. تمام؟ العمود ده الكاميرا دي انا حاسس انها كبيره، فابدا اشوف التفصيله بتاعتها. تمام؟ فبينبهني لمشاكل كتيره جدا، وفي ادوات بتسهل لك الشغل. يعني بتلاقي في مثلا زرار بتدوس عليه بيوفر وقت. انا من نوع كسول اللي بقعد ادور على اسهل حاجه توفر لي الوقت، بدل ما اقعد ساعتين ثلاثه عشان اعمل حاجه، انا عايز حاجه واحده في دقيقه تخلص لي الشغل دوت. عشان كده بنستخدم حاجه في برمجه اسمها برمجه الداينامو معانا في الريفت. برمجه الداينامو دي بتعمل ايه؟ مش بتكتب كود، يعني مش لازم تبقى تقعد تتعلم لغه برمجه زي جافا او السي شارب او الحاجات دي كلها، لا هي بكل بساطه برمجه مرئيه بتوصل حاجات ببعض بدون ما تبذل جهد. الحاجات دي مع الاوتوكاد ما بتنفعش، مش هيقدر يفهم الاوتوكاد، مش هيقدر يفهم. اقول له مثلا ايه؟ اعمل سيلكت كل الحوايط، مش قادر يفهم فين الحوايط. اوجد لي الكلاشات، مش هيقدر يفهم. انما في البيم او في اي برنامج برامج البيم بيبقى عنده المعلومات اللي يقدر يبني من خلالها، ان انا عارف مثلا ان دي البايب، انا مطلوب مني ان انا احط سبورت او هانجر او حاجه بتمسكه كل متر مثلا، فهو عارف ان دي بايب فيبدا يتعامل معاها لانها بايب، فده بيوفر وقت كتير قوي. لما يكون بيفهم بيسهل عليك كتير جدا. تمام؟ تمام. طيب فالبيم هيفيدني في كل مراحل المشروع من اول خطوه لاخر خطوه، هيفيدني في موضوع الاناليسيس، في موضوع الفابريكيشن. ايه بقى موضوع الفابريكيشن؟ حد هنا اتعرض لموضوع الفابريكيشن؟ هو المقصود بالفابريكيشن ان انا عندي مثلا بايب طويله، احنا بنرسمها مثلا البايب من اولها لاخرها، ممكن البايب دي تكون طولها مثلا 20 متر بس هو مش هيجيب حاجه 20 متر يحطها، ده هو اكيد يجيب مثلا 4 متر او 3 متر ويبدا يوصلهم 3 متر 3 متر لحد ما يكمل ال 20 متر دي. فهو في الفابريكيشن يعني بيقول نعم
تركيب يعني تركيب المواد مع أو بعضها أو البعض. نقدر نقول مباني جاهزة، إن الحاجة بتيجي جاهزة وبتتركب في قلب الموقع. عندي حاجات تكييف، لو أنا صنعت الحاجات دي في قلب الموقع فده بيعمل لي خطورة إن ممكن حد يتعور، المكان غير مهيأ، ممكن مثلا حاجة حد إصابة أو كده. إنما لو أنا بعملها في المصنع وتيجي تتركب بدون مشاكل ويكون بشكل صح، فده بيوفر لي وقت كتير جدا، بيقلل لي الحوادث وبيقلل لي المشاكل وبيقلل الحاجات دي كلها. فموضوع الفابريكيشن يعني احنا كلنا سمعنا مثلا عن المستشفى اللي الصين بناتها مثلا مش عارف 8 ايام 9 ايام 15 يوم 15 ولا يوم، 15 يوم. تمام 15 يوم. الحاجه دي كلها اتعملت بالبيم واتعملت بالفابريكيشن، يعني هو بيبقى مدي اوردر للمصنع صنع الحاجات دي وياخدها يركبها. هو لو عملها في الموقع هو في حاجات بتاخد يومين ثلاثه عشان على ما تنشف، يعني لو حط عمل خرسانه في الموقع هيقول له وقف الشغل لمده يومين ثلاثه لحد ما الخرسانه تنشف. لا، ده الحيطه جايه جاهزه تتركب، والسقف جاي جاهز يتركب، وكل حاجه جايه جاهزه عشان تتركب في الموقع. تمام؟ يعني فهي دي اللي يديروا لها موديلينج بتاع المواد، يعني موديلينج بتاع المواد ثم يقوم بتركيبها قبلها. يعني معنى لما كل معنى كل معنى كل الكل شغل يكون جاهز، يعني يديروا يحضروا في المصنع ومن بعد يثبتوه. مظبوط، الحاجة بتتعمل في المصنع وتبقى جاهزة وتيجي بس ايه تتركب. تمام؟ مثل ما عملت الصين، مستشفى الصين زي ما عمل الصين، زي ما الأطفال بيلعبوا عملوا لعبة بهذا الليجو، لعبة التقنية الليجو بتاع اللي الأطفال. الحاجة ليجو. بتيجي وتركب على طول، تك 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 تك، تلاقيهم خلصوا. ساعات بتبقى عمارة كاملة مثلا 15 دور وخلصوها في شهر، عمارة 15 دور خلصوها في شهر، كله جاهز، يعني الحاجات اتصنعت خلال فترة قبل كده وكله موجود في الموقع وكله بيركب وكله ما بيحصلش مشاكل. احنا ساعات مثلا عندنا بتحصل حوادث نتيجة مثلا ان شنيور مثلا او واحد بيقطع حاجة جت في ايد حد او كده، انما لا، هم هناك بيعتمد ان الحاجة بتتعمل وتيجي تتركب في الموقع جاهز. تمام؟ طيب، عشان نبقى عارفين برضه، احنا عندنا هتبقى في محاضرة هنتكلم فيها ازاي نعمل عقد، ازاي نعمل عقد، دي مهمة جدا، لأن ساعات لو الكونتراكت أو العقد مش معمول بشكل حلو ممكن الموضوع يوصل للمشاكل، محاكم وسجن وحاجات زي كده. فاحنا هنتكلم ازاي نكتب عقد بشكل قوي، هنتكلم ازاي نعمل تبني للبيم. تمام؟ وهو زي ما بقول لكم احنا ورك شوب، يعني بنتناقش في كل خطوة، ممكن أنا أقول حاجة ونقعد نتناقش فيها ونصلحها. هنقول لكم مثلا بعد ما خلصنا استاذ العقد يعني يتعمل بين الاونر اند انجينير. هو العقد بين اثنين. تمام؟ فاحنا عاده العقد بيبقى بين الشخص اللي عايز يعمل موديل وبين الشخص اللي يعمل موديل، غالبا بيكون الاونر. تمام؟ الاونر بيقول للشركه انت، يعني ممكن الاونر يريح دماغه ويقول لشركه المقاولات انت تبني لي المبنى دوت ولازم تجيبي لي بيم في الاخر. تمام؟ وانتوا تصرفوا بقى مع الـ مع الديزاين وتصرفوا مع كل الناس. وممكن يكون بين الاونر وبين الديزاين، يعني هو يعمل عقد بينه وبين الديزاين، وبعد ما ياخد الديزاين يبدا يشوف شركه كونستراكشن تنفذ له الموضوع دوت. او يعني ممكن ممكن هو ايه؟ يكون بين ثلاثة أو اثنان. بين ثلاثة بيبقى صعب شوية، يعني نادرا لما تلاقي عقد بين ثلاثة. تمام؟ هو العقد غالبا بيبقى يكون بين طرفين. ولازم يكون مكتوب، المحاكم ساعات بتاخد بحاجات شفوي، بس يعني لما يكون مكتوب بيكون بشكل افضل. فاحنا ازاي نكتب العقد وايه النقط المهمه اللي هتتكتب في العقد، وطبعا دي اول حاجه في المشروع. لو انت كاتب العقد غلط ممكن تلاقي نفسك ملزم بحاجات هتاخد منك وقت اطول من اللازم، فانت لازم تبقى كاتب في العقد الحاجات اللي انت هتعملها بالظبط. تمام؟ في بعض المشاكل مثلا العقد ده ملكيته لمين؟ للي عمل الموديل ولا للمالك؟ ففي كذا مشكله كده هنتكلم فيها لما نعمل عقد، وكل واحد فينا هيكتب عقد بنفسه ونبدا نشوفه مع بعض ونشوف ايه اللي ناقصه والحاجات دي كلها عشان نعمل حاجه كويسه. هتيجي ان شاء الله. تمام؟ وهنتكلم يعني ازاي نتبنى البيم. لو انا عندي شركه وعايز اتبنى البيم فيها، ايه اهم النقط اللي احنا ممكن نركز عليها في تبني البيم؟ تمام؟
طيب لو احنا كده نبص على موديل البيم اهوت، هتلاقي ان اهم ميزه بتميزه ان انا لو عملت سيلكت على الجزء اللي فوق اعرف ان ده روف، لو عملت سيلكت هنا اعرف ان ده كيرتن، لو عملت سيلكت هنا اعرف ان ده وول، وكل واحد فيهم فيه المعلومات بتاعته اللي انا ممكن احتاجها لاداره المشروع. دي فكره البيم. طيب هنلاقي عندنا ان في حاجه من دي حاجه اسمها 3 دي. يلا كل واحد فينا بقى يقول ايه هو 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي، احنا بنتناقش كلها مع بعض. تمام؟ ف هندسه ال 3 دي ايه هي؟ وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي؟ الو؟ الو، ايوه تفضل. 3D هي كيفاش نقول لك، ما نعرفش نهضر بزاف بالعربيه الفصحى، على بها عندي صعوبه. ما فيش مشكله. طب بالانجليزي؟ طيب انا معلش في الفلسفه بس ممكن الانجليزي. 3D اكس اي واي زد، اكس اي كريك زد، كيفاش يقولوا له رسم على ال الله ال 3 دي، يعني اللي هي الحاجات اللي حوالينا طول وعرض وارتفاع، يعني عندي شكل 3 دي. تمام. البيم ممكن اعمل بيم 3 دي وممكن اعمل البيم 4 دي، ممكن ممكن لا، يعني ممكن المشروع بتاعي الراجل بيقول انا عايز اعمل 5 دي و 6 دي و 7 دي ومش عايز ال 4 دي، فال 3 دي اجباري، ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي اختياري. أوكي. تمام. طيب ال 3 دي ان انا بعمل حاجه ثلاثيه الابعاد، تمام، ما بعملش حاجه 2 دي خالص. لو عملت 2 دي يبقى انا كده بغش. يعني ايه بغش؟ يعني في حاجه مثلا هتاخد مني وقت فانا رحت عملها 2 دي وبانت في البلانات وبانت بس ما بانش في السكشن، فكده ما بقاش بيم. يعني مثلا ايه، عايز احط كراسي، هو مش لاقي الكراسي 3 دي فحطها 2 دي، تمام، فده يعتبر غش في البيم. ال 4 دي ان انا ضفت بعد الزمن زي ما شفنا في البرنامج اللي هو نفس وركس، شفنا ازاي نضيف بعد الزمن اللي هو الفيديو دوت. اوكي تمام. طيب ال 5 دي ان انا اضيف التكلفه بالظبط، اللي بعرف التكلفه والبادجت قد ايه. ال 6 دي ان انا بعمل الاستدامه السستينابيلتي. في شركات كتيره ودول كتيره جدا بتطلب موضوع السستينابيلتي اللي هو ان انا اعمل مبنى صديق للبيئه، وفي عندنا كذا نظام بيقيس اذا كان المبنى ده صديق للبيئه ولا لا. عندي مثلا عندي في نظام اسمه الليد في امريكا، في البريم في بريطانيا، في الجي سي اس في قطر، في الاستدامه في الامارات، في مصر جرين بيراميدز، في الارز في لبنان. ففي كذا نظام بيبقى عباره عن قياس، عباره عن بوينتس، كل ما بعمل حاجه باخد عليها نقط. فممكن مثلا انا مش عارف اذا كان الحاجه دي هتبقى صديقه للبيئه ولا لا، البيم يقدر يقول لي انت فعلا دي هتبقى صديقه للبيئه ولا لا، ده هيوفر في الطاقه ولا لا، ده هيوفر في الماء ولا لا، فبيديني ادوات كتير جدا في نقطه الاستدامه. بلاقي عندي فاسيلتي مانجمنت اللي هو اداره المبنى بعد ما شغله يخلص، ده قصه لوحديها، ده علم لوحده اسمه فاسيلتي مانجمنت، وبدا يستفاد من البيم. يعني الاول كان بياخد مخطط الاوتوكاد ويقعد شهرين كاملين عشان يحول انظمه الاوتوكاد لحاجه يقدر يفهمها، دلوقتي لا، اصبح بتتم على طول. تمام. طيب تمام اوكي. نكمل البيم. هنلاقي عندنا ان في كذا حاجه لازم تكون موجوده. ممكن حد يجي يتبنى البيم ويتبناه غلط ويقع منه. ليه؟ البيم هو مش مجرد برنامج بيسطب ان انا اتعلمت برنامج الريفت او النفس وركس، لا، ده لازم ابقى عارف ازاي ادخل الداتا والمعلومات، ازاي يبقى في بروسيس معينه تتم، ازاي يبقى في ورك فلو. الورك فلو يعني الحاجه دي تتم قبل دي ولا دي بعد دي، تنظيم للشغل. لازم يكون في حد اشتغل قبل كده ويقول لنا ايه الصح وايه الغلط، يوفر علينا وقت. هل الصح ان احنا نقسم الموديل دلوقتي ولا ما نقسمهوش ولا نحط كله في حته واحده؟ كل الحاجات دي بنحاول ان احنا نجاوب عليها ان شاء الله في الورك شوب بتاعنا.
البيم بيبقى عندي كذا موديل، بيبقى عندي موديل اركتكتشر وستراكشر واتفاك وبايبنج والكتريكال وسيفل موديل وهكذا، وفي موديل خاص بالفابريكيشن موديل، وبعد ما بنخلص بنحول الشغل ده كله لفاسيلتي مانجمنت موديل، هم يكملوا شغل عليه. تمام، في برامج كتيره جدا بتشتغل، اللي هي برنامج الريفت، وفي برنامج ماكرو ستيشن، نافس وركس، سوليبري، تكلا. هل لازم اتعلم كل البرامج دي؟ سؤال أستاذ، ما بين الأوتوداسك والبنتلي، يعني ميكرو ستيشن ولا بلانت 3D ولا تمام اون فادير، شكون البيست فيهم؟ طيب اللي اثبت حتى الان ان الريفت اشهر، الريفت اشهر. تمام، البنتلي برامجها اقوى في الشبكات، يعني شبكات المية وشبكات الدرينج وشبكات الطرق والحاجات دي كلها بنتلي قوية فيها. بنتلي عاملة برامج للمباني اسمها ايكو سيم، ضعيفة، مش بنفس قوة الريفت. ما لما بنعمل مشروع كبير عليه بيهنج ويعمل مشاكل. فلو انا بتكلم على الشبكات بروح للبنتلي بلاقي حاجات كتير جدا، بتكلم على المباني بروح جوه الريفت بلاقي حاجات كتير جدا. اوتوديسك عامله برامج للشبكات زي سيفل 3 دي، زي برنامج انفرا ووركس، برنامج حلو الشبكات. طيب بلاقي عندي حاجه غريبه قوي اللي هي برنامج اوتوكاد محطوط عليه نقطتين وكاتبين ان هو من برامج البيم. الفكره كلها ان اوتوديسك قبل ما تشتري الريفت كانت عايزه تبقى عندها برنامج بيم. تمام، فعملت جوه الاوتوكاد قالت ايه، احنا هنرضي المهندس عبد القادر، احنا هنعمل له برنامج اوتوكاد معماري، وعمل اوتوكاد معماري وبيرسم بعض الحاجات المعماريه، وقالوا احنا هنرضي الباشمهندسه ليلى، فراح عاملين له برنامج للبلامج يسموه اوتوكاد ام اي بي. تمام، وقالوا هنعمل برنامج للانشاء اوتوكاد ستراكشر. ولما اشتروا الريفت قال لك لا، احنا مش هنقعد نصرف بقى على الاوتوكاد المعماري والانشاء والكهروميكانيكال، هنسيبهم اللي عايز يشتريهم يشتريهم، بس مش هنطور فيهم، التطور فيهم بيبقى ضعيف جدا يعني. فاصبح خلاص ما بقاش الاوتوكاد بيتطور بشكل قوي، بقى اصبح الريفت لان هو تبع اوتوديسك كلهم مركزين عليه، هم اللي بيطوروا فيه. فاصبح برنامج الريفت من البرامج الرائده في البيم. في برنامج اسمه اركيكاد، ده حلو جدا للمعماريين، وفي حاجات خاصه بالانشائي والكهروميكانيكال، من برامج الحلوه المنافسه يعني، ويعني سهل شغل فيها. بس الشهره كلها الوطن العربي كله تقريبا شغال بالريفت، للاوتوديسك عامله دعايه كويسه جدا. فاحنا بنلاقي ان البيم عباره عن ورك فلو، بينما تفي مثلا ده هيشتغل وده هيشتغل وده هيشتغل. على سبيل المثال انا مش لازم المعماري يخلص شغل وبعد كده يبعت لي وابدا انا شغل، لا، انا بقول له اعمل لي 1 2 3 وخلي الستراكشر يشتغل، اعمل لي 1 2 3 وخلي الام اي بي يشتغل. فبدل الاول ما كان المعماري بيشتغل 3 شهور وبعد كده الكهرباء والام اي بي يشتغلوا، لا، اصبح الاوتوكاد المعماري، المهندس المعماري بيبدا شغل الاسبوع ويخليهم كلهم يشتغلوا. ازاي؟ انا بقول له اعمل لي مثلا الليفل والجريد والفلور والوول، وبعد كده خلينا احنا نشتغل وانت تشتغل بقى براحتك في الابواب والشبابيك والتفاصيل المعماريه اللي انت عايزها، بس على الاقل اعمل لي الحاجات البسيطه اللي تشغلني. يعني انا كمثلا بلامبنج محتاج محتاج السيلينج ومحتاج الحوايط ومحتاج الفلور، مش هيفرق معايا الابواب والشبابيك قوي في الاول، خلاص اعمل لي الحاجات الاساسيه وانا اشتغل. فاحنا بننظم شغل بحيث ان احنا نوفر وقت قدر الامكان ونطلع شغل في وقت اقل. البيم مش برامج، كل البرامج دي ممكن تشتغل بيم، بس دي مش برامج. البيم مش برامج، ممكن واحد يبقى عنده مسطب الريفت بس هو شغال عليه باسلوب سيء فمش بياخد الفايده بتاعته. يعني انا ممكن اكون شغال اوتوكاد الريفت وكل حاجه اعملها جينيريك موديل او اعملها ماس، فمفيش فرق بينه وبين الاوتوكاد، مفيش فرق بينه وبين 3 دي ماكس. ما بدخلش المعلومات، بدخلها غلط، بدخل كلاشات. عندي مثلا ميكانيكال اكيوبمنت، عندي مكنه اروح اعملها مثلا صندوق وخلاص ومش مدخل فيها الوصلات، فكل الكلام ده يعمل لي مشاكل كتير جدا. مين اكتر واحد ممكن يستفاد من البيم؟ كلنا بنستفاد من البيم، بس اكتر واحد بيستفاد الاونر، لانه بيوفر له فلوس وبيوفر له وقت ويعمل له شغل مظبوط وبيوريه الشغل عامل ازاي. انا في مثلا كان في عقد لازم يبقى فيه
بشكل دوري، تبقى شايفين الموديل كل يوم اخر ابديت. يعني المالك لو حاب يشوف الابديت في اي يوم يقدر يدخل على النت ويشوف الموديل دوت. فده من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه جدا. طيب لو احنا ادينا لكم اللوحه دي وقلنا لكم عايزين نتخيل شكل المبنى دوت هيبقى عامل ازاي، تمام؟ ده المخططات بتاعت الاوتوكاد اهو، ده السايد اليفيشن وده الفرونت اليفيشن وهكذا. انما لما بنشوفها بالشكل دوت كده احنا كلنا بنبقى فاهمين المبنى هيتعمل ازاي. ده من ضمن المبادئ بتاعه البيم او مبادئ اللين مانجمنت، ان انا ابقى شايف الحاجه هتبقى عامله ازاي. ده برضو مثلا مبنى اهوت لو احنا جينا نتخيله، لا يعني صعب يتعمل باسلوب غير اسلوب البيم. ده مثلا مشروع انا شفته ورحته كتير جدا، ده عباره عن ورده الصحراء او تجمع املاح موجوده في البحر بيعمل بالشكل دوت. في واحد قال لك انا هعمل متحف بالشكل دوت، جان نوفل، جان نوفل فرنسي اعتقد ممكن تكونوا سمعت اسمه. جان نوفل عشان صعب القادر اكيد سمعت اسمه صح؟ ما سمعتش اسمه. لا لا لا، هو ليه مشاريع كتيره في الجزائر وفي فرنسا وفي الامارات وفي قطر. فلما لما قال ان هو يعمل التصميم دوت احنا الصراحه يعني كان ناس كتيره مش مصدقه ان هو يتعمل. يعني يعني الشكل غريب. ده مثلا تصميم ليه، فيعني حاجه صعبه جدا وما فيش جزء ينفع تحط مكان جزء تاني. ده الشكل بتاعه. القطعه دي لازم تحط هنا، ما ينفعش حط جنبيها، كل واحده ليها مقاسات معينه وشكل معين وحاجات زي كده. ده فعلا المتحف ده اتعمل، انا زرته كتير جدا. ده اتعمل ببرنامج من برامج البيم ما قلناش اسمه قبل كده، اسمه تكلا. ده برنامج استراكشر سيرف. تكلا تكلا الوش مليح استاذ. تكلا للحاجات الانشائيه الاستراكشر الحاجات ديت. استراكشر تي اي كي ال اي، برنامج قوي جدا في مجال الحاجات الانشائيه وبالذات الستيل. لو حاجه ستيل حديد بيبقى قوي جدا فيها. دي المخططات. لو حد شاف المخططات كده 2 دي بس ممكن ما يفهمش، انما انا ببعت 3 دي وعارف كل واحده فيهم رقمها كام والتفاصيل بتاعتها بيبقى سهل جدا ان هو يقدر ينظم الشغل بتاعه. فالتصميم ده يعني قالوا ان هو ما ينفعش يتعمل من غير بيم خالص. من ضمن الحاجات برضه في موضوع البيم، الاسلوب التقليدي ان انا عندي مشكله بقعد اسال ناس ثانيه و و والحاجات دي كلها، فبيضيع الجهد كتير جدا. كل شويه نبعت ار اف اي، طب دي اتعملت ازاي؟ لا ده انا عندي 2 ريفيجن، انا واحده فيهم الصح، في سميتها اتبعتت حاجات كده يعني. فبنلاقي في تضييع كتير جدا للوقت. في مجال البيم لا، اصبح كلنا بنشتغل مع بعض في نفس الموديل، واصبح عندي كذا تقنيه هنتكلم عنهم بالتفصيل اسمها الاي اف سي والكوبي والاكس ام ال والحاجات دي كلها. فاصبح سهل جدا ان الديزاين والبيم كوردينيتور هو يبعت له ابديت على الموديل. الموديل بيبقى موجود على سيرفر الناس كلها تقدر تقرا منه اونلاين على النت. ففي حاجه اسمها اكونكس، في حاجه اسمها بيم 62، في حاجه اسمها بيم تراك، في حاجه اسمها زي بيلدر، في برامج كتير جدا بنقدر نرفع الموديل والراجل اللي يعمل تشيك على الحاجه ويبعت لنا الابديت. بيبعت مثلا يقول الغلطه عند فلان، فلان هو اللي يحرك مثلا، فبيعمل ابديت على الحاجه في الموقع وفي السايت، في السايت وفي الاوفيس. لو عنده اي استفسار بيبعتها، وكده كده هو عند الموديل ممكن يعمل تشيك عليها. لما بيكون عند الموديل اقدر في اي لحظه ادخل واشوف المعلومه واتاكد منها والحاجات دي كلها. فبيبقى اسهل جدا لما نكون شغالين باسلوب البيم وعندي الحاجه مصدر واحد للمعلومه. يعني انا بتكلم عن حاجه احنا بشوفها كل يوم لان انا شغال في مجال المقاولات يعني بقالي 6 سنين يعني. ف كل شويه لو احنا مش عاملين موديل بيم بيجي لي لوحه سيكشن ولوحه ثانيه بلان الاثنين غير بعض، فانا مش عارف انهي الصح. تمام، عندي مثلا هنا محطوط فيه عمود وهنا العمود حجمه صغير، هو ممكن يكون صغر العمود ونسي ان هو يكبره هنا او يعني نسي ان هو يعدل فيه، فبتحصل مشاكل كتيره.
ممكن يكون هو حرك حاجه في الدور الاول ونسي يحركها في الدور الثاني، تمام؟ فالمشاكل دي بتختفي مع استخدام اسلوب البيم، لان احنا كلنا بنشغل بيم وبعد كده بنصدر للاوتوكاد او بنصدر للبي دي اف، تمام؟ في اي حد عنده اي مشكله حد هنا؟ لا طيب باشمهندس عبد القادر، ما في مشكلة، تمام. ان شاء الله يعني المحاضرة دي بس تقدمة عن البيم، وبعد كده هنبدأ نخش في حاجات عملي براكتس، فنستعد هنقعد بقى نشتغل مع بعض. هنفترض ان واحد فينا هو المالك وواحد فينا هو البيم مانجر مثلا، وهو اللي هيعمل العقد، تمام. طيب دي اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، اللي هي انتجريتد بروجكت ديليفري ويز بيم. انتجريتد بروجكت ديليفري لما كانت بتتم باسلوب الاوتوكاد ما كانش بيتم بشكل قوي. ليه؟ لان هو ما عندوش مصدر واحد معلومه، ما عندوش ان الناس كلها متشاركه المعلومه، بالعكس الراجل يقول لك لما اخلص شغل هبعته لك، مش هقدر اشاركه معاك دلوقتي. انما مع البيم كلنا مسؤولين عن مشروع، كلنا بنتشارك المعلومات اقل حاجه مره في الاسبوع، ممكن تبقى مرتين في الاسبوع، لازم ابعت له المعلومات وتعمل لها ابديتد للحاجه، تمام. اصبح في تبادل للمعلومات بشكل قوي، اطراف المشروع كلها متشاركه في موديل واحد، احنا بيبقى عندنا سيرفر واحد كل اطراف المشروع. الشخص يعني ممكن تكون في شركه معماري برضه بتحط الموديل بتاعها، موديل انشائي بتحط الموديل بتاعها، السايت مانجر برضه بيحط الموديل بتاعه، كلنا بنحط الموديل بتاعنا وكلنا شغال. زمان كان ده بيتخيل حاجه، المعماري متخيل مثلا الشكل دوت، والواحد تاني متخيل شكل تاني، والام اي بي متخيل شكل تاني خالص، تمام. فلما نيجي نركب بنلاقي مشاكل، بنلاقي ان كل حاجه مش مطابقه مع بعض. انما دلوقتي بقى اصبح كلنا معانا نفس الموديل، وكلنا بنحط الموديل، وكلنا شايفين شغل بعض، وكلنا شغالين في نفس السكوب مع بعض. ده مثلا هنا بيقول لي مثلا على موضوع اللي هو البعد الخامس، ان انا عندي هنا عمود، مش بقول العمود ده هيكلفني كام، لا ده انا ببقى عارف الريبار هيكلفنا قد ايه، الفورم وورك هيكلفنا قد ايه، اللي هي الخشب اللي بيتحط بره وبعد كده يتشيل، الكونكريت قد ايه، الكلادنج نفسه اللي هو الفينش اللي بره هيبقى قد ايه، الاكيوبمنت هتكلفني قد ايه، العدد اللي انا ممكن استعملها، الليبر، الماتيريال، كل دول كلهم في المشروع هيكلفوني وقت قد ايه والتكلفه قد ايه. فانا بقدر بالخلال دوت ان انا بقدر اتحكم في الوقت، بقدر اتحكم في ان انا بعرف التكلفه قد ايه بالظبط. الكواليتي بتبقى اكتر لان انا قللت الريورك، بقى عندي تحكم في الريسك مانجمنت، بقى في انفورميشن اكشينج، في كوردينيشن ومعرفه المشاكل قبل ما تروح سايت. يعني انا ببعت له لوحه ما فيهاش مشاكل، مستحيل يلاقي فيها مشكله، مستحيل يلاقي تعارض، كل المشاكل اللي احنا حليناها في قلب الموديل. فالراجل بيشتغل بدون اي مشاكل خالص، اول حاجه بيركبها هي اللي ما بيضطرش ان هو يكسر تاني، لان هو اي مشكله هو الكلاش ديتكتيف بيقدر يكتشفها ويقول لي في مشكله في المكان الفلاني، وانا بيبقى عندي اكتر من حل، وبيبقى عندي وقت ان انا احل المشكله، بدل ما هما زارقين عليا كل شويه، لا ده احنا لازم نخلص دي النهارده، لا ده احنا بيبقى عندنا وقت كافي ان انا اشوف المشاكل واحل المشاكل والحاجات دي كلها. تمام تمام فاحنا في برضو موضوع مهم جدا، موضوع السيفتي ريسك، من ضمن الحاجات المهمه في البيم ان انا بقدر اتحكم في موضوع الريسك، فببقى عارف مثلا في برامج معينه ببدا احط الراجل ويبدا يمشي على السقف بحيث لو في فتحه ينبهني ليها ويبدا يقول لي ان ممكن الشخص يقع، برنامج زي دوت مثلا بيفترض شخص ويبدا يمشي، لو وقع في حفره ينبهني ان انا لازم احط سور من الخشب مثلا عشان محدش يقع. تمام. طيب في عندي قدره كبيره على التنبؤ، ان انا ببقى عارف المشاكل فين وابدا احلها من قبل ما نبدا، بقدر احط خطه للسيفتي مانجمنت بشكل قوي. وفعلا احنا كنا بنتعاون مع الناس بتوع السيفتي بشكل قوي، بنقدر الحاجه اللي هو بيفكر فيها نعملها 3 دي. تمام. طيب انا بشوف ال 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 ال, ال عظيم مش رجيم. العدد بتاعتي هتوصل لحد فين، فببدا اعمل لها دراسه بحيث ان انا بعرف هتكفي ولا مش هتكفي الحاجات دي، الكرين نفسه
هل انا محتاج كرين اخر ولا كرين واحد هيبقى كفايه؟ الحاجات دي كلها بنعملها دراسه كويسه جدا من خلال البيم. فلما بنصمم حاجه هي نفسها اللي بتتنفذ في الواقع، الجزء ده هو اللي في المشاريع التانية بتحصل مشاكل كتيرة وبنقدر نعد نعمل تعديلات. دلوقتي زي ما احنا شفنا لما بتعدل في الباب، في البلان، بتعدل في السكشن، بتعدل في السكادول، بتعدل في كل مكان. طيب عشان نحكم الموضوع دوت، في اكواد، اكواد بتقول لي ازاي نشتغل. تمام، حد شغال باي كود من الاكواد؟ حد شغال باي كود في الجزائر؟ كود. كود في الجزائر. اي كود؟ كود يعني ستاندرد. مثلا الشركه اللي انا فيها عندها الايزو هدايا. ايوه تمام، الايزو ده من اهم الاكواد اللي احنا بنشتغل بيها. تمام، الايزو في دلوقتي ايزو 19650، ده هندرسه ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي هتتدرس، اللي هندرسها مع بعض، اللي هو الكود دوت هنشتغل بيه ازاي. هو عباره عن طريقه للتنظيم، طريقه للتنظيم، بمعنى ممكن انا اكون فاهم الشغل بطريقه، واحد تاني فاهمها بطريقه تانيه، ممكن واحد عنده تصور معين، ممكن واحد، فهو بيوحد الافكار وبيوحد التسميات عشان ما يحصلش لخبطه. تمام؟ أوكي. طيب سيرفيس كواليتي، كاليتي احنا بنسميهم هيك. تمام، هو كل واحد بيسمي كواليتي. كل واحد بيسمي الكود بالاسم الانسب ليه. اوكي تمام. طيب هنا عندي الدريفربل اوتبوت اللي هي المخرجات، انا مجرد ان عملت الموديل دوت اقدر اخد منه اي سيكشن، اقدر اخد منه اي ديتيل، اقدر اخد منه اي بلان، اقدر اخد منه اي 3 دي، اقدر اخد منه حصر، اخدر منه حاجه اظهرها فيرتشوال رياليتي، اوجمانتد رياليتي على الكمبيوتر زي ما انا عايز. تمام. طيب البيم اهم حاجه بالنسبه لنا موضوع الكولابريتيف، الكولابريشن، يعني كلنا بنتبادل معلومات، لو ما تبادلناش المعلومات ما يبقاش بيم خالص. تمام، لو في حد بيخبي المعلومه مش هيبقى بيم، لو في مشكله في تبادل المعلومات ما يبقاش بيم. تمام. في اللي احنا بنستخدم لازم يكون في 3 دي، ما ينفعش ما يكونش في 3 دي، في تواصل اخطر، في شيرد المعلومات، في كل الاقسام شغاله مع بعض، في اكتشاف للاخطاء في نفس اللحظه، كل ده بيم. انما لو كل واحد شغال لوحده ما بقاش بيم، لو هو بنتكلم على برنامج بس من غير تدريب ومن غير ما نبقى فاهمين ما بقاش بيم. تمام. طيب ففي اخطاء كثيره مشهوره ان البيم هو الريفت، لا، البيم هي نظريه، نظريه اتعملت سنه 1962، الراجل قال ان احنا لو قدرنا نحط كل معلومات بتاعه المبنى في قلب الكمبيوتر ده هيكون كويس جدا. تمام، ما قالش اكتر من كده. تمام، بس الكمبيوترات ساعتها كانت بطيئه جدا وما تقدرش، فاول برنامج بيم اتعمل كان اركيكاد سنه 1984. دي الفكره كلها. تمام، فالبيم مش الريفت، البيم فكره وفلسفه، وفي برامج كتيره بتعملهم الفلسفه دي، منهم الريفت بيعمل الموضوع دوت، الريفت من برامج البيم، بس مش هو البرنامج البيم الوحيد. ممكن ناس تبقى شغاله بيم بقى لها 20 سنه وعمرها ما فتحت الريفت ولا تعرف ايه هو الريفت. طب هل البيم هو بس 3 دي؟ لا. انتوا رايكم البيم 3 دي ولا في حاجات تانية افضل؟ هو اول حاجه هو مش 3 دي بس، لازم يكون فيه انفورميشن. لو 3 دي وشكله حلو ما بقاش بيم، لازم يكون فيه انفورميشن. زاد حاجه يولي جوغ 3 دي ماكس 3 دي يعني حاجه لا انفورميشن، لازم انفورميشن، صح. لو ما فيش الانفورميشن مش هيبقى بيم. زاد ان هو في ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي وال 8 دي وال 9 دي وابعاد ثانيه كتيره خالص. تمام، احنا سطرنا البيم البرنامج وكده، عندنا بيم لا، لازم يبقى عندنا فهم لطريقه الشغل وطريقه الحاجات دي. بيم مجرد بس الشكل حلو ومفيش برودكشن، لا، البيم بيقدر يعمل لي لوح شوب دروينج ولوح التفاصيل اللي يقدر يشتغل بيها في الموقع. هل البيم للكلاش ديتكشن بس؟ ايه رايكم؟ ليه حاجه تانية غير الكلاش ديتكشن؟ نو بس هو بيعمل الحصر وبيعمل حاجات كتيره جدا غير موضوع الكلاش ديتكشن، ده جزء منه مش كل حاجه.
تمام. البيم المباني لا، ممكن تعمل لي المدن كمان، ممكن مدينة كاملة تتعمل من خلال البيم. هل البيم بيلغي الكاد؟ لا، الكاد شغال في مجاله، في ناس كتير بتشغل كاد وما ينفعش انها تروح البيم، يعني بيم كاد بيصمم حاجات تانية غير شغل الكونستراكشن وشغل الديزاين. البيم يعني يستعمل في مشاريع كبرى. البيم بيستعمل في المشاريع الكبرى، ممكن مشاريع صغيرة، بس لو انت عندك مشروع انت معاك التفاصيل بتاعته كلها وعملته قبل كده وواثق من ان انت ما عندكش نقص في المعلومات، ممكن ما تعملوش بيم، ممكن تعمله باي اسلوب تاني. تمام، يعني لو انا عندي فيلا وطلب مني اعملها 10 مرات، خلاص انا مش محتاج ان اعملها بيم. المشروع الصغير هيستفاد من البيم، اه هيستفاد ان انا هبقى عارف المشاكل واحلها وحاجات زي كده، بس لو انا عملته قبل كده مش محتاج اعمله بيم. لو انا عندي الانفورميشن الكافيه ومش متوقع تحصل اي مشاكل خالص، لا ممكن اعمله بالاسلوب الكاد عادي. بس هي تكلفه البيم هي تكلفه الكاد، يعني تكلفه الاثنين واحده. تمام، فما دام تكلفه الاثنين واحده خلاص، انا اصلا لما بعمل البيم بيطلع لي صور حلوه قوي في الريندر، في يعني قريبه من صور 3 دي ماكس بشكل قوي. اقدر اعمل الريندر بعد ما عملت شغل على البيم، اخد الشغل من البيم اعمله ريندر في 3 دي ماكس او في برنامج انسكيب، ده من برنامج البرامج الحلوه قوي اللي بيعمله في نفس اللحظه، او برنامج مثلا زي اليومن، او برنامج زي توين موشن. كل البرامج دي بتعمل ريندر بشكل قوي. تمام، في دول كتيره جدا بدات تتبنى البيم زي بريطانيا، برازيل، المانيا، استراليا. يعني اصبح في فرص حلوه قوي ان انت تروح تسافر المانيا لو انت بتعرف بيم كويس، بريطانيا لو انت تعرف بيم كويس، استراليا لو انت تعرف بيم كويس. ففي فرص كويسه جدا لو رحت هناك وانت فاهم بيم مظبوط. اي هتلاقي دول كتيره جدا بدا يبقى فيها تبني بيم بشكل قوي. امريكا في المشاريع الحكوميه، هنا في حكومه دبي اصبحت اكثر من 20 دور. وفي قطر يا استاذ، في قطر المشاريع الاساسيه، في قطر انا كنت من ضمن الناس المسؤوله عن قرار ان البيم يبقى اجباري ولا لا في قطر، بس كنت من ضمن الناس اللي قال لا ما بقاش اجباري، لان عدد الناس اللي تعرف بيم في قطر مش كتير فهتعمل مشكله، فالافضل لا يبقى اجباري في المشاريع الحكوميه. يعني لما يكون مشروع مهم حكومي، وبالذات لو في مدارس، المدارس كلها والمستشفيات والمشاريع بتاع كاس العالم والمرافق العامة والحاجات المهمه دي لازم كلها تتم بالبيم، بيبقى اجباري في العقد. لو انت عايز تاخد المشروع ده لازم تعمله لنا بيم. تمام، طيب احنا هناخد بريك كده 10 دقايق بالظبط ونرجع. ماشي ماشي، اوكي خلاص باذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله
الو ايوه فهمت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت منحتنا مده 10 دقائق لاداء الصلاه. تمام. جايز نكمل؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شير
طيب لو احنا قلنا ان البيم عنده المزايا دي كلها، طب ليه الناس ما بتطبقش البيم؟ فايه رايكم؟ ليه الناس مش عايزه تطبق البيم؟ هناك يعني لسبب، اظن لسبب تكلفه. طيب التكلفه اللي هي عباره عن ايه؟ ها؟ التكلفة عبارة عن إيه؟ يعني المواد والدراسة. هو البيم تعالى كده نشوف التكلفة بتاعته. في تكلفة برامج، تمام؟ تقريبا سعر برامج البيم هي نفس سعر برامج الكاد تقريبا، تمام؟ التكلفة الثانية تكلفة الهاردوير، ودي فعلا حقيقي. ليه؟ لان الاجهزه اللي موجوده في الشركات هي اجهزه بي سي، بيرسونال كمبيوتر، دي اصلا ما ينفعش نشتغل بيها اوتوكاد، المفروض نشتغل بيها بس يعني وورد، اكسل، حاجات زي كده، تمام. البيم لا، ما بينفعش تشتغل بيها البرامج دي، بتحتاج ان انت تدرس الكمبيوترات اللي عندك قويه ولا لا، ولو فيها مشكله تعمل لها تبديل، ريبليس، ونجيب كمبيوترات تقدر تشتغل على برامج البيم، تمام. يبقى هي التكلفه بتتركز غالبا في الهاردوير. طيب باشمهندسه ليلى. نعم نعم. ايه راي حضرتك، ليه الناس مش بتتبنى البيم او مش بتشتغل بالبيم؟ نعم استاذ، ليه الناس مش بتتبنى، مش بتعمل امبلمنتيشن للبيم؟ مفيش تبني لموضوع البيم. ليه شركات كتيرة مش شغالة بالبيم لغاية دلوقتي؟ مش مو بتشتغل. أيوة ليه؟ على جال الكمبيوترات باسكو ماشي بزاف قوي، ماشي بزاف عاليين. تمام تمام. طيب احنا ممكن نقسم المشاكل ديت او ليه هم مش بيتبنوا لحاجات سوشيال وحاجات تكنيكال وحاجات بزنس. تمام. طيب في تحديات تشالنج في موضوع التكنيكال، البيم نوليدج، عدد الناس اللي تعرف موضوع البيم دوت، تمام. بتلاقي ان هي لو عايز تتبنى البيم عدد الناس اللي شغاله بيم قليل، فده بيعمل مشكله ان انت مش لاقي ستاف، هتحتاج ان انت تدرب ستاف عشان تبدا تشتغل بموضوع البيم. التحكم في موضوع البيم، لازم يكون في تحكم. طريقه الشغل في البيم مختلفه شويه عن الكاد، فمحتاج ان انت تدرب الناس على طريقه الشغل ديت. مفيش كود تقريبا، مثلا في الوطن العربي الكود الوحيد اللي موجود في مصر ده لسه معمول السنه دي، كود للبيم. ان شاء الله هنفتح كود البيم اللي هو الايزو 19650، وهنفتح الكود بتاع مصر. وهنلاحظ حاجه، ان كل الاكواد اللي في العالم، يعني انا قريت تقريبا سنغافوره وقريت هونج كونج وقريت كندا وقريت امريكا اكثر من كود، وقريت فنلندا، قريت اكواد كتير جدا، واستراليا، تقريبا كلهم نفس الحاجه، يعني تقريبا كلهم بيتكلموا في نفس النقط ونفس المصطلحات ونفس كل حاجه. فمجرد ان انت عرفت كود واحد هتلاقي نفسك تقدر تتعامل مع اي كود تاني، تمام. طيب برضه موضوع الشغل الاي تي برضه لسه في مشاكل، لو احنا عايزين نشتغل كلنا مع بعض. الكاد ممكن كل واحد يشتغل على الجهاز بتاعه، البيم لازم كلنا شغالين مع بعض، فدي من ضمن المشاكل برضه اللي هي لازم تتحل. يعني مش مشاكل معناها طريق مسدود، معناها ان الناس واجهت المشاكل دي وحلتها. طيب البيزنس، لازم الراجل عارف ان هو الناس مش هتشتغل بيم بين يوم وليله، هتاخد فتره ولازم يحفزهم، ويبقى الخطه طويله الاجل مش قصيره الاجل، ان هو يتبنى البيم ده هيكسبه كتير في المدى الطويل. ولما يكون اجباري الناس هتبدا تهتم بموضوع البيم دوت. يبقى في قوانين معينه مثلا تحكم الموضوع، الناس تبقى عارفه الار واي اللي هو الريتمنت اوف استثمنت، يعني العائد على الاستثمار قد ايه، فالناس لو عارفه الموضوع ده هيبقى قوي. الناس تبقى عندها مشاركه للمعلومه،
في برضه نوع من انواع الرفض، احنا بنعمل شغل حقيقي دلوقتي، فاحنا مش محتاجين ان احنا نشتغل بيم وهكذا. طيب دي تبني البيم، اهم حاجات بالنسبه لنا ان يبقى في رؤيه معينه، يبقى في قياده معينه، يبقى في شخص فاهم ايه اللي بيحصل ويقدر يقودنا، يبقى في كولابريشن. لو ما فيش كولابريشن، تعاون بين جميع الاقسام، مستحيل يبقى في بيم. يعني لو احنا واحد عنده في مشروع مثلا، الراجل بتاع الانشائي قال لا انا مش هديكم الشغل غير في اخر المشروع، طب ما احنا كده مش هنقدر نعمل فحص للمشاكل اثناء المشروع، كده مبقاش بيم. فكنت انا البيم مانجر وعملت مشكله جامده، انت لازم تدينا الشغل كل اسبوع. لا انا هديكم اخر مشروع. قلت له احنا ازاي هنحل المشاكل واحنا ما عندناش الشغل بتاعك؟ لازم يبقى في بيم موديل، البيم مانجمنت، نقدر ندير معلومات بتاعت المبنى. في عندي انفورميشن مانجمنت خاصه باثناء المشروع، في حاجات خاصه بعد ما ندير المشروع اللي هي الاوبريشن، دي برضو لازم يكون عن حسابنا من الاول. يعني ما نسالش اخر المشروع ونبدا نكتب المعلومات ديت. ازاي هنتبادل المشروع مع بعض لو كل واحد فينا شغال ببرنامج مختلف؟ يعني مثلا المهندس المعماري قال انا هشتغل بالاركيكاد، والانشائي قال هشتغل بتكلا، والام اي بي قال هشتغل بالريفت. ازاي نتبادل المعلومات مع بعض؟ دي نقطه مهمه جدا، انفورميشن اكسشينج. هم عملوا ايه بقى الشركات ديت؟ الشركات دي قعدت مع بعض وعملت حاجه كويسه جدا، عملوا حاجه اسمها امتداد اسمه اي اف سي. ده امتداد ملوش دعوه باي شركه، مشترك بين البرامج كلها، تقدر تصدر من الريفت للاي اف سي، والاي اف سي ده تاخده التكله وتاخده الاركيكاد والعكس. بقى في امتداد وسيط بحيث لو احنا شغالين ببرامج مختلفه نقدر نتحكم فيها. في عندنا حاجه اسمها انفورميشن سكيورتي، ازاي امن المعلومات والمعلومات ما تتشيرش، وما فيش اي حد يقدر يدخل على الموديل اللي احنا حاطينه على النت دوت ويقدر يعرف تفاصيل المبنى. طيب عندنا حاجه مهمه جدا، ودي هتلاقيها موجوده في كل الاكواد بس مش بالشكل ده، بتيجي على شكل هرم، هنشوفه لما نفتح الكود. بيقول لك ايه؟ انت لازم الاول لما تروح اي شركه تعرف هي موجوده في اني ليفل. دي جزء من البيم امبلمنتيشن. يعني ايه؟ انا دلوقتي الشركه بتاعتي شغاله باني ليفل، واحاول ارفعها للليفل اللي جنبيه على طول. يعني ما ينفعش ابقى ليفل 0 وارفع لليفل 3، لا لازم ارفع لليفل 1، وبعد كده من ليفل 1 ادرس المشاكل اللي عندي، وارفع ليفل 2، ومن ليفل 2 ارفع ليفل 3. ليفل 0 يبقى انت شغال كات بس، هو ما فيش ليفل 0 بس. يعني بنقول ايه؟ اللي مش شغال بيم خالص احنا بنعتبره شغال ليفل 0، شغال كات بس، شغال مع نفسه. ليفل 1 في بعض الناس شغاله بيم وفي نقص في المعلومات، وناس شغاله يعني بشكل غير منظم شويه. ليفل 2 ده اللي هو الحاجه الامثل، اللي هو عباره عن ايه؟ ان كل واحد عامل دور موديل بتاعي، المعماري عنده الموديل المعماري، والانشائي عنده ريفت انشائي، وشغالين مع بعض في حاجه اسمها كومن داتا انفايرمنت. هنشوفها الموضوع دوت، اللي هو عباره عن فولدر بنتشارك فيه المعلومات وبنبدا نتعامل مع بعض فيه. هنبدا نشوفه، الموضوع سهل بقى. يعني الموضوع ابسط من البساطه، موضوع كومن داتا انفايرمنت. ليفل 3 بيبدا بقى يدخل في مرحله اكبر من كده، وحتى الان لسه محدش وصل له، بس هو بيقول لك هيبقى عباره عن ان هو برنامج واحد اللي بتلاقي فيه كل حاجه، تشتغل فيه بقى ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وهكذا، بس حتى الان ما فيش الموضوع ده. طيب البيم امبلمنتيشن هنتكلم عنه بعد كده، فخلينا لما نيجي عندها. بس هو بيتكلم في ايه؟ العادي بتاعنا ان احنا في الاول خالص، في لو احنا شغالين كاد، في مرحله الديزاين بندخل معلومات قليله، وبعد كده في مرحله الكونستراكشن بيبقى فيه كميه شغل كتير جدا، وبعد كده الشغل بيقل. الفكره بقى في البيم، لا انا في اول مشروع بدخل معلومات كتير جدا، المعلومات دي بتفيدني ان لو في اي غلطه بحلها، لو في اي مشاكل بحلها، لو المالك مش مناسب حاجه بحلها. وبعد كده في مرحله الدوكيومنتيشن هو بيطلع الحصر، فالوقت بتاع زيرو، هو بيقول لي فين الكاشات، فالوقت بتاعه قليل خالص وهكذا. فلما انت بتبقى شغال في البيم، اي مشكله بتجي لك في الاول بتحلها، وبتبقى تكلفه حلها بسيطه جدا، اللي هو الوقت اللي انت بتقعده على الكمبيوتر خالص. امتى بقى يبقى في مشكله؟ لو انا مش عارف ابدا ازاي، لو انا ما اعرفش ايه البيم، لو انا ما عنديش حد قوي في الفريق. يعني لو احنا قلنا هنشتغل بيم وما فيش ولا واحد في الفريق كله عارف ايه هو البيم، فهنشتغل بيم ازاي؟ فلازم يكون منظمين ويكون عندنا حد قوي في البيم يشتغل معانا. طيب بالنسبه للبيم امبلمنتيشن بلان، تمام؟ انا بدانا يعني نبدا نفكر مع بعض ازاي نتبنى البيم.
ممكن نحط خطة كده لتبني البيان في الشركة، وبعد كده بيبقى فيه educational تعليم، وبعد كده بيبقى فيه training تدريب للحاجة، وبعد كده بيبقى فيه pilot project. أنا عادة في أي مشروع لازم واحنا بنعمل الادوكيشنال نطلع ثلاث اربع مشاريع، تمام؟ وحتى في الورك شوب اللي احنا فيها دي هنعمل كذا مره موضوع الاي اي ار، نعملها مع بعض، هنعمل مع بعض البيمشن بلان، يعني هنعمل كذا حاجه، لان لو واحد بيشرح وخلاص لا مش هيبقى فيه استفاده، لا لازم كلنا نبدا نعمل مشروع مع بعض ونشتغل مع بعض عملي، وكل واحد فينا يطلع حاجه ونبدا نناقشها مع بعض. طيب بالنسبه للتريننج الحاجات دي كلها هنشوفها في بيمشن بلان. طيب خلينا نشوف الحاجات الاساسيه دي بقى. دي من ضمن الحاجات اللي لازم احنا بنعمل بيم طول الوقت شغالين بيها، ان انا ببقى عارف ان في بروسيس، يعني اللي هيبدا الحاجه دي فلان، القسم الفلاني او الشخص الفلاني، وبعد كده هيخش الديت، وبعد كده يخش اللي بعديها. يعني نفس وركس مثلا هياخد شغل من مين؟ هياخد شغل من الراجل اللي عامل البيم، وفي نفس الوقت هياخد شغل من الجدول الزمني او البرومافيرا او السكادول او التايم شيت، او يعني الوقت نفسه، يعني هياخد من مصدرين. فانا لازم بعمل خريطه هياخد من ده وهياخد من دوت. طب هياخدها مثلا مره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع الابديتد؟ فنبدا نعمل ورك فلو بالشكل دوت بالبروسيس بتاعتها. طب لو انا جات لي معلومه غلط اعمل فيها ايه؟ هعمل مثلا ريجكت وابعتها له يجيبها لي تاني. حتى واحنا بنقفل المشروع بيبقى عارفين هنقفل المشروع ازاي، تمام، وازاي نخلص الشغل والحاجات دي كلها. دي مثلا خريطه معينه بنستخدمها عشان نبقى عارفين المشروع بتاعنا وصل لفين. احنا ممكن يكون الشركه عندها مشكله في نقطه واحده، فانا عايز اعرف انهي نقطه من دول، فانا بقسم الحاجات اللي انا هشوفها عندي سوفت وير وهارد وير ونتورك، تمام، وحاجات كتيره جدا بنبدا نشوفها بالتفصيل. ونبدا نشوف في السوفت وير انا واصل لاي مستوى فيهم، نبدا نشوفهم. لو انا مثلا البرامج اللي عندي برامج بسيطه وبستخدم مثلا اوتوكاد والناس اللي عندي ما بتستخدمش ادس يعني ببدا اشوف، يبقى ده في الزيرو. لو انا عندي اتطورت شويه وصلت كذا يبقى ده في العشرة، وهكذا. بنبدا نشوف كل واحد فينا في انهي حاجه. ليه؟ ممكن يكون انت عندك سوفت وير كويس والهارد وير كويس، بس عندك مشكله في النتورك، هي دي اللي مخليه الشغل بطيء. فتبقى عرفت سبب المشكله ايه وفي مخططات بتحصل كده نقدر نعرف سبب المشكله ايه. دي مثلا خريطه كان عاملها دكتور بلال سكر، على اساس يبدا يقسم بقى البوليسي نود، التكنولوجي نود، البروسيس نود. ممكن وانت بتتبنى البيم او بتبدا تشتغل بالبيم بيكون عندك نقص في حاجه صغيره خالص، بس هي اللي معطلاك وهي اللي عامله لك مشكله. فاحنا بنبدا نشوف اني المشكله فين ونبدا نركز عليها ونبدا ان احنا نطور نفسنا فيها. ممكن تكون انت عندك مشكله في ان انت مش عارف تكتب العقد، مش عارف تتفق، او مش عارف تاخد مشروع. فالحاجات دي كلها لازم نبدا نعمل لها دراسه ونبدا نشوف الفكره كلها. طيب تعال نشوف البيم عمل ايه. اولا البيم خلى كذا تكنولوجيا بره المجال، هنشوفه 8 منهم دلوقتي بس اكتر من 8 قدروا يدخلوا في مجال الكونستراكشن وما كانوش لهم علاقه تماما بموضوع الكونستراكشن، وما ينفعش يخشوا باسلوب الاوتوكاد نهائي. يعني لو انت عندك اوتوكاد وحابب تدخل اي تكنولوجيا من 8 دول او التكنولوجيات الباقيه مش هيقبلهم خالص. عندنا مثلا الذكاء الصناعي، تمام. الذكاء الصناعي حاجه رهيبه جدا، ان هو بيبدا يفهم بنفسه كل حاجه، والتعليم التعلم العميق ديب ليرنينج، وتقدر يطور نفسه بنفسه، تمام. بيقدر يخفض تكلفه البناء اللي تقريبا 20% يعني الخمس، ويقدر هو يفهم المشاكل حصلت فين، ويقدر يعمل نظام للسيفتي. الحاجات دي كلها ما تقدرش يتعامل مع الكويد، هو ما بيتعاملش غير مع البيم. يقدر يقول لي ايه الغلط عندي ويقدر يصلح، والموضوع ده تكنولوجيا بالمليارات اللي هو الذكاء الصناعي، تمام. ففي حاجات كتيره جدا بيقدر يفيدني فيها، ان هو يقدر يعمل لي بروبلم سولفنج، حل المشاكل. فدي تكنولوجيا لازم تتعامل مع عناصر مفهومه، ما يقدرش يتعامل مع الكاد او الماكس، تمام. دي امثله للموضوع الذكاء الصناعي، بروجكت بلاننج، يقدر كونستراكشن سيفتي، لو في حاجه فيها مشاكل يقدر هو يحلها
وهكذا، يقدر يديني حلول للمشاكل اللي موجوده، يقدر يتعامل مع البيج داتا لو انا عندي معلومات كتير جدا، مبنى مشروع ضخم فهو يقدر يتعامل مع المعلومات اللي موجوده فيه. انترنت الاشياء، انترنت الاشياء دي من الحاجات القويه جدا دلوقتي وموجوده في السمارت بيلدينج وسمارت سيتي. انترنت الاشياء ان انا اقدر احط العناصر تخش على النت وتتعامل وتاخد معلومات اللي عايزاها، يعني ممكن الثلاجه تدخل وتعرف اخر طبخات وتبدا تعمل لي الاكل لحد ما اوصل انا البيت، وده موجود في اماكن كتيره جدا. ده اصبح برضو الحاجات دي لازم تتعامل مع حاجه قويه زي البيم، وبيبقى في سنسور طبعا في كل مكان بحيث ان هو يقدر يتعامل مع الحاجه ديت. مثلا لو انا موجود في غرفه وما بتحركش النور يتطفي، تمام؟ يعني طول ما انا بتحرك هو بيقيد النور، لما انا اسكن كده شويه النور يتطفي. يعني لو انت جيت تنام سايب النور قايد، اول ما تنام وما فيش حركه بيبدا يطفي. انا كنت رحت شركه في السعوديه ودخلت غرفه الميتنج ومستني الناس وفتحت الكمبيوتر وعمال اقرا، ما بتحركش خالص، عمال اقرا على الكمبيوتر فلقيت النور طفى، فقايم عشان اقيد النور، النور قال على طول، تمام؟ في سنسور ما دام ما فيش حركه بيطفي النور. تمام؟ طيب. بالله في حاجات كتير جدا ممكن تفيدنا في الموضوع دوت، ممكن خلال الموبايل وانت ماشي في الموقع يقول لك مثلا المكان ده ينفع تدخل، المكان ده ما ينفعش تدخل فيه. هو في ذكاء صناعي بحيث برضه يطور نفسه بنفسه. التكنولوجيا كلها بدات ترتبط ببعض، تمام؟ حتى في المواصلات بيبقى عارف مثلا في سنسور هنا والحاجات دي كلها. وفي حاجات كتير هنتكلم فيها هنلاقي موضوع السنسور ده بقى موجود فيه. موضوع الاوجمانتد رياليتي اللي هو عباره عن ايه؟ بيدخل الصوره اللي مصممه على الكمبيوتر مع المبنى اللي موجود، تمام؟ فالاثنين بيخشوا مع بعض. بيبقى مثلا ايه؟ لو حد فاكر ايكيا، ايكيا شركه بتاعت اساس عامله موبايل كده، ان انت مثلا قاعد في الاوضه وفاضيه فتبدا تتخيل شكل مثلا لو في كنبه او صوفة موجوده هيبقى موجوده هنا، هيتقضي مش هتقضي، المقاس اللي انت محتاجه. فوانت شايف بتبص من الموبايل شايف المكان اللي انت فيه، وفي نفس الوقت شايف الحاجات اللي ايكيا عاملاها. مثال اخر، انا لو رحت موقع فاضي خالص لسه هنشتغل فيه وهنبني فيه، عايز اتخيل شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، فمن خلال الموبايل تبدأ تتخيل شكل المبنى بعد 10 سنين بعد ما يتبني هيبقى عامل ازاي. مثال اخر، لو انا يعني المبنى موجود وانا عندي المخططات بتاعته بتاعت الميه وبتاعت الكهرباء اللي جوه الحيطه، تمام؟ هو ما بيشوفش جوه الحيطه، هو بيدمج لي الصوره اللي موجوده في الموبايل مع الحيطه، فتبقى تبص من خلال الموبايل شايف اماكن الحيطه بالظبط فين، فانا اكسر في الاماكن اللي ما فيهاش المواسير وما فيهاش كهرباء، تمام؟ لو ركزت على الصوره دي، الحاجه دي انا عملتها فعلا اكتر من مره، ورقه عاديه بتطبعها وبتدخلها على الكمبيوتر وتربط ال 2 دي بال 3 دي، فمن خلال الموبايل تبص تروح شايف الحاجات ال 3 دي بتاعتها عامله ازاي اللي هي بالشكل ده. وده بيبقى مفيد جدا، ويعني حاجه حلوه قوي في الدعايه في الشغل، ان انا ابقى صوره مطبوعه واروح اقول له من الموبايل يبدا يشوف المبنى 3 دي، فيبدا متخيل الحاجه دي هتتبني ازاي. هنا مثلا عندي المكنه موجوده، ايوه هدي 7 دي سي سا؟ لا لا مش 7 دي، 7 دي عباره عن الصيانه، اوجمانتد عباره عن فاسيلتي مانجمنت. ال 7 دي عباره عن صيانه، دي حاجه اسمها اوجمانتد رياليتي، مالهاش في رقم في الدي، مالهاش بعد معين، بس دي بتفيدني جدا جدا في الشغل بتاعي. عباره عن ايه؟ ان انا اقدر اشوف ادمج الحاجه ال 2 دي ب 3 دي. هي ممكن تفيد في الصيانه في النقطه اللي انا ذكرتها، ان انا شايف المواسير في وسط الحيطه، مش محتاج ان انا احفر. او الصوره دي برضو عباره عن الاوجمانتد رياليتي مع الفاسيلتي مانجمنت. عندي مكنه معينه وفي زرار كتيره، فمن خلال الموبايل اعرف انهي زرار اللي ايده يدفي، يبدا يجيب لي كده علامات معينه يقول لي مثلا الخطوه الاولى افتح الزرار ده، الخطوه الثانيه افتح كذا. فبتبقى حاجه كويسه جدا في مجال التعليم، يعني انا عندي كذا برنامج بيفيد في تعليم الاطفال، مثلا عندي ابني يعمل كده يشوف مثلا اسد موجود، كنت جايب له كتاب مجرد يحط الموبايل على الصوره يظهر له تمساح مثلا، تمام؟ فكتيب الارشادات بدل ما هو كاتب لي حاجه 2 دي ومش فاهمها، لا من خلال التابلت تقدر تبص عليها تقدر تشوف الحاجه 3 دي وبتلف حواليك وتتحرك، فتبقى شايف الحركه هتبقى عامله ازاي. فكل حاجه مش هتبقى مجرد مثلا دوريه، لا هتبقى 3 دي فعلا، تقدر تشوفها 3 دي وتقدر تتعامل معاها ك 3 دي. ده موضوع الاوجمانتد رياليتي، وده بقى موجود كتير جدا دلوقتي. او الراجل لابس نظاره
لسه ما حطيناش شغل التكييف، بس هو متخيل هيبقى موجود ازاي، ماشي في الموقع وشايف الموقع وشايف في نفس الوقت الشغل التكييف اللي هيتركب في المستقبل هيبقى عامل ازاي. هنا موجود في قلب الموقع بتوريله الحاجات ال 2D، زائد ان انت معاك بقى تقدر وانت قاعد تقول له ده الدور الاول، ده الدور الثاني، ده الدور الثالث، ده شغل المعماري بس، ده شغل الكهروميكانيكال بس. فبتبقى حاجه ممتازه جدا ان انت تتخيل المشروع. العين لما تشوف حاجه 3D بتركز اكتر فيها وبتتذكرها اكتر. فانا لو وريتك صوره زي دي، ولا لما تشوف حاجه 3D بالشكل دوت وانت بالموبايل تقدر تعمل زوم وتقدر تلف حوالين المبنى وتقدر تصلح لو في حاجه فيها مشكله، فانا اعتقد ان التابلت بيخلي الحاجه اوضح. الفيرتشوال رياليتي انت ما بتشوفش حاجه غير الحاجه اللي موجوده في التصميم، يعني بتختفي تماما المبنى اللي حواليك تماما، بتحس كأن انت في مكان تاني، وممكن تتحرك تلاقي نفسك خبطت في حيطه مثلا، او ممكن لما تشيل النضاره تدوخ وتقع، بتحس ان انت نقلت من مكان لمكان تاني خالص. وده استخدمناه فعلا في مشروع كبير، واحنا كنا عاملينه عشان المالك، المالك يتخيل شكل المشروع. افادنا اكتر من كده، يعني احنا كنا عاملينه للمالك، بس لما جايبناه المهندس الانشاء عايز يبص على الحاجه، فبدا يبص اكتشف ان عنده مشاكل. المعماري اكتشف مشكله اللي هي عباره عن ايه؟ المكن التكييف كان عالي وظهر من بره السور، هو واقف بره فلبس النضاره فشاف المكن، فقال لك لا لازم احرك المكن لجوه او اعلي البربت او اعلي السور الخارجي بتاع المبنى اللي هو في الروف. تمام. فاحنا ما كناش عاملينه كده، بس واحنا بنجرب كل واحد اكتشف مشاكل. واحد شاف الماسوره مثلا ظاهره بره فبدا يعدل التصميم بتاعه من خلال ان هو استخدم التقنيه دي. احنا فعلا كنا جايبين الزرارين دول بتقرب وتبعد وتتحرك جوه المبنى وتنط من مكان لمكان من خلال العصايتين دول. طيب الدرونز، انا عندي درونز في البيت، هو مسموح بيه في بعض الدول وبعض الدول مش مسموح بيه، فلو حد عايز يستخدم الدرونز لازم يشوف قوانين. غير مسموح في الجزائر. نعم؟ غير مسموح في الجزائر. وغير مسموح في مصر. غير مسموح في مصر. مسموح بيه في قطر، الامارات مسموح في اماكن واماكن لا، بس الاماكن اللي هي المباني والابراج والحاجات دي ممنوع، مسموح بس في حدائق والصحراء والحاجات دي. في السعوديه بتبعت طلب، بتدخل على لو انت تشيل حاجه بتاخد السيريال نمبر، وقبل ما تجي لك الحاجه دي لازم تدخل على موقع الحكومه وتقول لهم انا جاي لي حاجه بالرقم السيريال نمبر دوت، وبتدفع فلوس 200 ريال لو انت شخص، لو شركه بتدفع 500 ريال وتستلمها عادي، يعني في السعوديه مسموح فيها بس تكون مسجل الرقم ده. ايوه شمس. اوكي. طيب ده بيفيد في ايه؟ مبدئيا ابسط حاجه ان انت بتصور المبنى بتاعك وهو بيتبني لحظه بلحظه، وبتطور بيه شغل الموديل، تبقى عارف ايه اللي تم وايه اللي ما تمش. في واحد بعمل او اتنين، واحد في امريكا وواحد في الامارات، عملوا الحاجه اللي انا اقولها دلوقتي. الدرونز مرتبطه بقاعده البيانات اللي موجوده في نفس وركس، فاول ما بيصور حاجه اتبنت بيروح باعت، يروح قال الحاجه دي اتبنت، فالحاجه اللي اتبنت دي يبدا يحط كده في المخطط ان دي اكشوال اتعملت خلاص، دي اكشوال، فبيحطها في نفس وركس ويرجع يحطها في برنامج ام اس بروجكت وبرمافيرا. يعني اصبح في تغذيه عكسيه اوتوماتيك، اول ما حاجه تتبني يبدا ياخد المعلومه اللي اتبنت، يعني انت بنيت حيطه ويبدا يحط في الحيطه دي يعلم عليها صح انها اتبنت، وتظهر في قلب البرمافيرا والام اس بروجكت او نفس وركس. فحاجه خطيره جدا الموضوع ده، بنحط فيها كاميرا وبنقدر من خلال انا جايبها لابني عنده 5 سنين بيقعد بيلعب بيها، بيبدا يطيرها يصور بيها يحركها، ممتازه جدا يعني. فبنبدا نستخدمها في البيلدنج سيرفي، نعرف المباني اللي اتبنت قد ايه، في السيفتي اند هيلثي بحيث انت مراقب الجو اي حاجه حصلت غلط، في المينتيننس ريبورت بروجكت بروجريس، سايت لوجيستيك. ممكن تستخدمها في ليزر سكان، الليزر سكان جهاز بيطلق زي موجات وبعد كده يبدا يشوف ايه الحاجات اللي اتبنت ويبدا يعمل حاجه دقيقه جدا بدرجه 0.1 في المليمتر،
فيبقى عندك مبنى دقيق جدا. احنا ساعات بنستخدم الليزر سكان او اجباري بنستخدمه في كل مبنى بيتبني في قطر، نعرف شكل المبنى اتبنى ازاي ونبدأ نطور المخططات بتاعتنا بعد ما المبنى خلص. الروبوت، الروبوت بقى بيبني حاجه زي كده. الحاجه دي لو انا اديتها له اوتوكاد مش هيقدر يفهمها، لازم تديها له بيم، يبدا ياخد الشغل بيم ويبدا يركب بالشكل دوت بحاجه دقيقه جدا جدا جدا. اهي بيبدا ياخد الطوبه ويبدا يحطها، ممكن تدي له يعني التصميم اللي تحت دوت دقيق جدا، في زاويه معينه بتتعمل للحيطه وفي فراغات معينه بتتحط، ويعمل شكل يعني صعب جدا الانسان يعمل حاجه زي كده، هو عاملها بزاويه معينه وحاجات دقيقه جدا. تمام. طبعا في ميزه جدا ان انت ده مثلا اهو شايف في زاويه معينه وفي ترحيله معينه وفي واخد كيرف معينه بدقه جامده جدا. الحاجات دي بنعملها له بيم، ونبدا هو بقى يرص الحاجات ديت ويبدا هو يحط الحاجه في مكانها. لما جم يبنوا في المريخ قال لك احنا محتاجين التكنولوجيا زي كده، محتاجين ان احنا ناخد حاجه بيم، ومحتاجين ان احنا ناخد روبوت يبني بدل ما تطلع عدد كبير جدا من العماله، والماتيريال هيستخدموا نفس ماتيريال ارضيه المريخ. يعني بدل ما ياخدوا مواد خام من الارض ويوديها المريخ، لا هيبنوا بارضيه المريخ بيوت من خلال الروبوت ومن خلال حاجه هنتكلم عنها بعد شويه اللي هي 3 دي برينتر. البلوك تشين دي تقنيه اللي هي في تبادل الفلوس والعقود والحاجات ديت، دي اصبحت قويه جدا في موضوع ان انت توثق ان انا هعمل الشغلانه ديت، واول ما اعمل الشغلانه اخد الفلوس بتاعتي اوتوماتيك، بيبدا يسجل لك الحاجات ديت، ودي ميزتها انها مش موجوده على كمبيوتر واحد، موجوده على كمبيوتر كتير. 3 دي برينتر هيت بيبدا يطبع بشكل قوي جدا البيوت، وبيطبع الحاجه اللي انت تداره شغل بيم. تمام. بتكون متاكد ان مفيش مشاكل، يعني ما ينفعش بعد ما تبني 3 دي برينتر تروح قايل له لا ده في حته معينه هعيدها، لا لازم بالشكل ده. ده هنا بيطبع هو برج ايفل، بيبدا يبني طبقه 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 لحد ما يخلصها بالشكل ده. هو مش بيطبع موديل، هو بيطبع مبنى حقيقي بالمقاس الحقيقي بتاعه. تمام. وبيتوقع ان ناس كثيره تعتمد على موضوع 3 دي برينتر، بيقول لك ان هو هيوصل ل 12 بليون دولار على 2018، احنا عندنا 2018. تمام. طيب اهي دي فعلا حاجات هي مبنيه بالبرنتر 3 دي، 3 دي برنتر. انا قبل كده رحت كذا مكان وكانوا بيبنوا حاجه حديد، يعني انت مش بتبني بس مجرد مواد خام خشب او كده، لا ممكن تبني حديد. ده مثلا برج كان نورمان فوستر عمله، عمل برج واحد وبعد كده من خلال الذكاء الصناعي قال له طب غير لي في الابعاد، غير لي في الزوايا، غير لي في كذا، فعمل له مثلا تقريبا يجي 100 برج. ال 100 برج دول طبعهم كلهم برينتر 3 دي وحطهم كده في قاعه كبيره، ولما الناس دخلت شافت 100 برج فقال لك ده الراجل ده شكله قعد 10 سنين يبني فيهم، بينما هو ما خدش منه غير ان هو بنى واحد بس، وحط برامتر معين وحط ذكاء صناعي معين ان هو يبدا يغير الحاجات، وبعد كده دخل الناس واختاروا. ده مثلا اهو برامتر معين، انت بعد ما بنيت الحاجه بتقول له مثلا طب جرب الويتس كذا، طب اعمل كذا، طب اعمل كذا، لحد ما توصل. يعني تخيل انت مثلا بنيت مبنى معين وكنت عامل حسابك ان هو 3 متر ونص، قال لك لا غيرهم خلى كل دور فيهم 4 متر، فتعدل في ده وتقعد ترحل تاخد وقت كتير، هتلاقي سهل لك تبنيها من الاول خالص. لا هنا ممكن تروح مغير برامتر معين كله يتغير معاك. ده الشكل اللي هم اختاروه، وده اتبنى وده موجود في الكويت. ده برج بتاع بنك معين، في بنك اسمه ان بي كي، ده اتبنى في الكويت. ده شكل مثلا المخططات اللي بداوا يبنوها في المريخ عشان الناس تبدا تسكن فيه. طيب لو جينا نتكلم على موضوع الاس دبليو او تي، وده حاجه يعني اللي هي ايه نقاط القوه اللي موجوده عندنا في البيم، ايه نقاط الضعف، ايه الفرص، تمام، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا او التحديات. طيب ده يعتبر هنقول ان ده الحاجه اللي لازم احنا نقوم بيها. يعني الناس اللي معانا في الكورس يا ريت تعمل الموضوع دوت من وجهه نظر هو، يعني مش لازم يعمل دوره في او يدور على حاجه، ايه نقاط القوه، ودي يا ريت الناس تبعتها لي
قبل المحاضره الجايه، بحيث ممكن يبقى في حاجه ناشئه فيها. ايه نقاط القوه من وجهه نظرك؟ ايه نقاط الضعف؟ ايه الفرص اللي موجوده؟ ايه التحديات الموجوده؟ تمام؟ يعني في فرص في موضوع البيم؟ اه في فرص، تعالى نشوف كده مع بعض. ايه نقاط القوه؟ ان هو يقدر يقلل الهدر الويست، ويقلل الوقت ويحفظ الوقت ويقلل التكلفه ويزود الجوده، ويقدر يقلل الخطا ويقلل ايه نقاط القوه اللي لو احنا طبقنا البيم هنستفاد منها؟ طيب ايه نقاط الضعف اللي موجوده فيها؟ تمام؟ يعني مثلا القوانين مش متبنيه البيم خالص مثلا، ان تبني البيم ممكن يكلفني تكلفه اكتر، ممكن احتاج فلوس للتريننج. طيب ايه الفرص الحلوه اللي موجوده؟ تمام؟ فنبدا نشوف ايه الفرص الحلوه، ان انت مثلا هتقدر تنافس في الاثنين، لو في مشروع كاد او مشروع بيم هتقدر تدخل في المنافسه بينهم. طب ايه التحديات اللي موجوده؟ تمام؟ تقدر تشوف ايه التحديات اللي موجوده، يعني خلي يعني من خلال الشرح اللي احنا قلناه، ايه الحاجات اللي انت شايف نقاط قوه ونقاط ضعف من وجهه نظرك؟ ايه التحديات اللي موجوده؟ يعني التحديات مثلا ان الانتقال من نظام لنظام ساعات بقى فيه مخاطر شويه لو انا ما عرفتش اديره كويس، وده عشان كده هنتكلم على موضوع البيم امبلمنتيشن بشكل متوسع ونفكر فيه مع بعض. يعني في اي شركه لما بنيجي نعمل حاجه بنفكر مع بعض. يعني احنا مثلا انا كنت شغال في شركه معينه، وكان كل مشروع بيجي بنعمل اجتماع اسمه كيك اوف، هنفكر المشروع ده نديره ازاي، ومش لازم النتائج اللي تطلع تكون زي المشروع اللي قبليه. ممكن مشروع نقول هنعمل اسلوب معين في الملفات، ومشروع تاني ناخد اسلوب تاني نشوف ان هو انسب حسب حجم المشروع وحسب المعلومات. فده اللي احنا هنعمله برضه في المحاضره اللي جايه، هنقول احنا عايزين نتبنى البيم، ايه رايكم ناخد دي ولا دي؟ ايه رايكم ناخد دي ولا دي؟ وهكذا، لان كل شركه بيبقى في حاجات انسب ليها في تبني البيم. ممكن يكون الشركه عندها الاجهزه قويه فمش محتاجين نطور الاجهزه. في ممكن شركه عندها نقاط قويه ان فيها كذا واحد بيفهم بيم كويس، فنبدا نعتمد عليهم وهكذا، نبدا نشوف ايه الحاجات اللي انسب للناس ديت. تمام؟ ده اسلوب تاني برضو من اساليب التحليل، ان احنا نبدا نفكر في الموضوع من ناحيه سياسيه، من ناحيه بيئيه، من ناحيه سوشيال، من ناحيه تكنولوجيا، من ناحيه القانونيه، من ناحيه الاقتصاديه ايكونوميك وهكذا. فدي برضو يا ريت الناس تبدا تعمل كده من وجهه نظر، وشايف ايه الحاجه اللي مهم كل واحد فيهم. تمام؟ يعني من ناحيه السياسه، موضوع ان انت تتبنى البيم هتخلي المشاريع بتاعتك تتم في الوقت المحدد بتاعتها، وعشان كده في دول كتيره زي يونايتد ستيت وفي سويتزرلاند وهكذا بدات تتبنى موضوع البيم. الصين، اليونايتد كينج، دام سنغافور، هونج كونج وهكذا، في دول كتيره جدا لقت ان في فايده جدا من تبني البيم، بدل ما يبقى في مشاريع بتتم وبعد كده بيكتشفوا ان التكلفه اكبر بكتير فبتقف. انا شفت مشاريع وصلت لنصها ووقفت. تمام؟ يعني البرج، يعني كان في كوبري مثلا شفته اتبنى نصه والنص الثاني وقفوه ما مش عارفين يعملوه. في مباني اتعملت نصها ومش الراجل قال لك لا انا صرفت كتير مش هصرف. القوانين نفسها اللي موجوده هل هتساعد ولا لا؟ يعني لو في بلد بتخلي البيم اجباري هتلاقي كل الناس بدات تتعلم البيم بشكل اقوى وتتبنى البيم بشكل اقوى. تمام؟ البلاد اللي عندها مثلا عدد كبير جدا بيتبنوا البيم، او الدوله نفسها او الجامعات بيبقى فيها بيم، فده بيطلع ناس كتير جدا تشتغل بالاسلوب ده. واللي بيشتغل بيم بيبقى صعب جدا يشتغل كاد مثلا او يشتغل حاجه. تمام؟ يعني خلينا نقف كده شويه ونشوف ايه يعني مناقشه كده بينا قبل ما ندخل في حاجه ثانيه. فانتوا يعني شايفين البيم هيبقى مفيد لينا ولا مش مفيد؟ مفيد. طيب يعني ايه الخطوه الجايه ايه مثلا عشان نبدا نتبنى البيم او نشتغل بيه، او ان انت تقول بيم انجينير او حاجات زي كده؟ السؤال استاذ، يعني لو انا عايز ابقى بيم انجينير، عايز ابقى واخد لقب بيم دوت،
ايه الحاجه اللي انا لازم اعملها عشان احصل على اللقب دوت؟ يعني هل في شهاده معينه ممكن الواحد مثلا يحصل عليها او ايه بالظبط عشان الواحد يتبنى فكره البيم؟ ما فهمتش. يعني احنا عايزين نفكر مع بعض. انا عايز ابقى، انا دلوقتي انت عشان تبقى مهندس معماري اتخرجت مثلا من كليه هندسه، طيب عشان تبقى بيم اركتكت اعمل ايه عشان ابقى بيم اركتكت؟ دير يعني فورميشن. تمام. طيب وباشمهندس ريا، نعم. ايوه، ايه الخطوات اللي حضرتك المفروض تعمليها عشان تبقي بيم انجينيرنج؟ بيم انجينيرنج من نظرة الشركة أو من نظرة المهندسة؟ دي ودي، يا ريت الاثنين. نعم؟ الاثنين. من نظرة الشركة، من نظرة الشركة يلزم يهيئوا السيستم، سيستم انفورماتيك، لازم نظام الكمبيوتر مليح ايتو، ويديروا لي فورماسيون. تمام. لي فورماسيون يديروا دي بي ماناجر، بي مودلر. تمام. ويديروا ان بروجي بيلوت وتبدا. تمام. بيلوت. تمام. طيب. بالنسبه للانجينيور يلزم يدير دي فورماسيون على ديجا على لي لوجيسيال، ويلزم يتعلم يدير كومونيكاسيون، كولابوراسيون. تمام. مع لي كوليك. تمام. جميل جدا. هو زي، طب خلينا نقول يعني طبعا كلها وجهات نظر. يعني انا شايف ان ممكن لو انا اشتغلت مشروعين ثلاثه وقدرت اطلع منتج، يبقى انا كده خلاص عندي استعداد اعمل اي مشروع. لو انا قدرت ان انا اعمل مشروع او اثنين او ثلاثه، حتى لو مش مشاريع حقيقيه مجرد بس تطبيق، هتبقى حاجه ممتازه جدا. تمام. طيب. طيب خلينا نشوف حاجه كده مع بعض دلوقتي. احنا عايزين نشوف ايه موضوع التسميات اللي موجوده. بيقول لنا ان في حاجه اسمها بيم مانجر، وفي حاجه اسمها بيم كوردينيتور، وفي حاجه اسمها بيم مودرا. تمام. تمام. فعايزين نشوف ايه بقى اللي احنا هنركز عليه. لو انا عايز ابقى بيم مودلر، ايه اللي مطلوب مني؟ انا عندي حاجات خاصه بالبرودكشن، ان انا عايز ارسم مثلا، وعايز اعمل موديلنج، اعرف اعمل فاميلي. تمام. الفاميلي المقصود بيها زي بلوك كده في الاوتوكاد. تمام. طيب الكوردينيتور بقى مطلوب منه ايه؟ اولا ايه الكوردينيتور ده المفروض بيعمل ايه في المشاريع العاديه؟ كوردينيتور اللي هو مسؤول عن التنسيق بين الاقسام، الموديلنج. اللي يربط بين لي مودلر. تمام. يعني هي الفكره كلها ان الكوردينيتور بينسق بين الاقسام. يعني انا عندي معماري وانشائي وكهروميكانيكال. الكوردينيتور الغلط عند الناس، في غلط مهم جدا بيحصل عند الناس كلها سواء بيم او كده، ان بيعتقد ان الكوردينيتور بيبدا شغله لما المشروع يقرب يخلص. يعني هو دوره ان هو يشوف المشاكل ايه ويبدا يحلها. تمام. الموضوع ده مش مظبوط. الكوردينيتور المفروض بيبدا قبل ما نبدا شغل. بمعنى ايه؟ بيبدا يقول ان الناس اللي بتوع التكييف، الناس بتوع التكييف هيخش، ماشي، الناس بتوع التكييف هيشتغل مثلا فوق يمين، والناس بتوع البرامج هيشتغل تحت شمال. تمام. ويبدا ينسق الحاجات. يعني لو احنا اشتغلنا بدون تنسيق،
وقعدنا نشتغل عليها بشكل كتير جدا. انما لو انا مكتفي مثلا ان الحاجات دي هتشتغل ازاي وده هيروح فين وده هيتعمل فين هيبقى اسهل بكتير. لو انا في اول مشروع بدات اشوف في تنسيق الحاجات اللي موجوده في السيلينج تبقى ممتازه جدا، ان انا عارف مثلا ان ما فيش حاجه خبطه في حاجه من الحاجات اللي موجوده في السيلينج، ان انا بعرف مثلا ان الحاجات بتاعت الكهرباء مش هتمشي مثلا في النص، اللي هيمشي في النص مثلا المواسير. لو انا قدرت انظم الشغل دوت هيسهل عليا كتير جدا في المشروع، هيسهل عليا جدا في الشغل. طيب البيم كوردينيتور بيعمل ايه؟ هو مالوش دعوه بالدروينج برودكشن، ليه دعوه بالموديلنج. بيشتغل في الكونتنت كرييشن اللي هي ان هو يعمل فاميلي موديل كوردينيشن، ينسق بين الاقسام الناس شغاله، وهو كل اسبوع بيبدا يشوف الكلاشات ويبدا يحاول ان هو يتكلم معاهم ازاي نقلل الكلاشات. لو انا ما ببصش على الكلاشات غير في اخر المشروع ممكن الاقي عندي 100,000 كلاش، تمام؟ فعشان اقعد احل فيهم هتاخد وقت، انما لو انا بحلها من قبل ما المشروع يبدا واثناء المشروع في الاخر هلاقي عندك كلاشات عدد قليل خالص، تمام؟ عندي حاجه اسمها موديل اوديت، ان هو ان انا طول الوقت بتاكد ان الموديل ما فيهوش مشاكل، لو في اي مشكله حلها، ما استناش اخر مشروع لا، وانا شغال ببدا احل المشاكل مشكله مشكله. المشاكل زي ايه؟ ممكن يكون حاجه محطوطه غلط، ممكن حاجه مش متوصله صح، ممكن في حاجه طايره في الهواء، يبدا يحلها. والاكستشن بلان برضو بيخش فيها. طيب في حاجه خاصه بقى بالبيم مانجر. البيم مانجر ما ينفعش هو يشتغل بايديه، لانه لو اشتغل بايديه مش هيقدر يشوف المشاكل. هو المفروض ان هو مسؤول عن التريننج، مسؤول عن الميتنج، الاجتماعات، عن الامبلمنتيشن، عن وضع الاستراتيجيه، وضع الستاندرد، بيعمل ابحاث يشوف اني برنامج اللي يقدروا يشتغلوا بيه، يقدر يعمل كوربريت اوبجكتيف بين الناس كلها. فدي فكره الاهم ثلاث اسماء في الموضوع، تمام؟ دي اهم ثلاث تسميات، انما في تسميات اكثر واقل، يعني في الشركات بيبقى عندها كذا رول، عندها مثلا في بيم ستار، في هكذا، تمام؟ ده مثلا مخطط لازم يترسم. بروجكت مانجر مين؟ طب البروجكت مانجر ده تحتيه مين؟ البيم مانجر، تمام؟ طب البيم مانجر تحتيه مين؟ فلان وفلان وفلان وهكذا. بنبدا نقسم الحاجات، ممكن يكون في واحد مثلا بروسيس سبورت بيبقى دعم ليهم، فهو مش تحت الناس ديت، مش معاهم في قلب الفريق، بس هو تحت البيم مانجر على طول. دي احنا لازم بنعملها شارت كده عشان نبقى عارفين المسؤوليات بتاعت كل واحد. هنا مثلا بنقول ان في ليفل معين البيم دايركتور، ده ممكن يكون عندنا اكتر مشروع، فالبيم مانجر فوقيه بيم دايركتور، مسؤول ان هو ينسق بين الاقسام كلها ومسؤول عن المشاريع كلها. ممكن ده موجود في المقر الرئيسي، وكل واحد فيهم مسؤول عن مشروع واحد، فده مسؤول عن مشروع، ده مسؤول عن مشروع، وتحت كل واحد فيهم بقى مسؤول عنه الناس اللي هم بيعملوا الشغل، وفي ناس معماريين، في ناس انشائيين، في ناس ام بي. في مخطط اهوت، ده كان بالانجليزي وترجمناه، في حاجه اسمها خبير بيم، ده بيبقى مسؤول مثلا عن دارة انظمه البيم، تطبيق انظمه البيم، الستاندرد، البعد الرابع والخامس والسادس وهكذا. في واحد بيم بروفيشنال، ده بقى مسؤول عن الحاجات ديت، ان هو مسؤول مثلا عن بيطور عنصر البيم وهكذا. ففي كل شركه بيبقى مدين اسماء معينه ونبدا ننسق بينهم. ممكن يكون في واحد مثلا، احنا مثلا عندنا في الشركه في واحد مسؤول عن ان هو يقعد مع المدير ويعرض له الشغل، ويعني يعتبر زي بريزنتر، يعني مجرد عرض للشغل دوت على الناس، تمام؟ هو مسؤول عن كده، يطلعه بقى بشكل خرافي، يبدا يعمل له ريندر، يبدا يوديه مثلا على شكل باوربوينت، يبدا يعمل له اوجمانتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي. المهم ان هو مسؤول ان المالك يشوف الشغل ويوافق عليه، تمام؟ دي من اهم الحاجات اللي في واحد مثلا مسؤول عن سبيس مانجر، اللي هي الغرف او الرومز او السبيس، بيبدا هو ينسق بينهم ويتاكد ان مفيش مشاكل. في واحد مسؤول عن كونتنت كرييتور، اللي هو بيعمل الفاميلي مثلا، ده حسب حجم الشركه. ممكن في شركه عدد اللي فيها صغير، فبيبقى في مثلا واحد بيم مانجر وبيم كوردينيتور ومثلا ثلاثه بيم موديلر. فالبيم مانجر مسؤول ان هو يبقى موجود بين الديزاينر والكلاينت، يبدا ياخد الكلام من الناس اللي شغاله، ويقعد مع الكلاينت وياخد كلام من الكلاينت، يقعد مع الديزاينر، مسؤول ان هو يدير الدروينج برودكشن، بس هو ما بيعملش دروينج برودكشن، ما بيعملش لوح 2D، ما بيعملش لوح
فيها تفاصيل، بيعمل تريننج. يعني احنا دلوقتي لو احنا بنتكلم عليه، احنا في الاول هنشتغل موديلر، تمام، بعد فتره هندخل على موضوع الكوردينيتور، بعد فتره تدخل على البي مانجر، تمام. استاذ ايوه، احنا في شركتنا داروا دي فورماسيون استاذ. ايوه معايا حضرتك. بس غير بيم مانجر، تمام، مش مشكله اللقب، المهم هو بيعمل ايه. ايوه، اسكو هذا خطا؟ هل هذا خاطئ؟ لا لا، مش مهم الاسم، المهم هو ايه اللي هو بيعمله. يعني هل هو بيقوم بنفس الوظائف ديت ولا لا؟ مو مفرقينهم، يعني اللي موجود واحد بس بيعمل كل حاجه. يس، كلي بيم مانجر بس هيك، مش اركيتكتور، مش مفرقين. ما فيش مشكله، هي كل شركه ممكن يبقى فيه اختلاف من شركه لشركه. يعني في بعض الشركات تقول لك انا هدمج البيم مانجر والبيم كوردينيتور في واحد بس، تمام. وفي ناس تقول لك انا عندي البيم مانجر هيشتغل برضو في الدروينج برودكشن. الافضل ان احنا نفصل، اللي على اساس ما ينفعش انا ابقى براجع لوح انا اللي عاملها، فلازم انا اكون بعمل حاجه واحد تاني بيراجع عليا، يعني يبقى في تنظيم للشغل. بس ممكن يكون حجم الشركه صغير، او هو لسه بعد كده هيعمل بيم امبلمنتيشن، فيبدا يقول مثلا احنا محتاجين مين معانا في المشروع دوت، فيبدا يقول مثلا انا محتاج ثلاثه، فالثلاثه دول هيبقوا مسؤولين عن الدروينج برودكشن، مسؤولين عن الموديلنج، وهو مسؤول ان لو في حاجه هم ما عرفوش يعملوها يعملها معاهم، يعني يوريهم بتتعمل ازاي، عشان مش كل مره يقولوا لا، يقول لهم مثلا والله احنا هنعمل كذا كذا كذا، ويعملها معاهم ويوريها لهم ويتاكد ان هم يقدروا يعملوها، تمام. يعني مش يعملها ويديها لهم، لا، لازم يتاكد ان هم يقدروا يعملوها وان هم مش هيرجعوا في الحاجه دي خالص. طيب، أوكي. من ضمن الحاجات برضو اللي هو موضوع الميتنج ده، يعني لازم يدار بشكل كويس. يعني قبل ما بنعمل الميتنج ببعت ايه النقط اللي احنا ناقشها في الميتنج، وبعد ما اخلص الميتنج ببعت النقط واقول لهم هل انتم موافقين على النقط ديت ولا في سوء تفاهم، ممكن يكون هم فهموا حاجه غلط، فانا اتاكد ان هم فهموا مظبوط. طول الوقت بيبص على البادجت، هل انا تعديت البادجت ولا ماشي مع البادجت، بيبص على الوقت، تمام. عنده يعمل الارم لو حس ان في خطا او في حاجه مش ماشيه مظبوطه، تمام. طيب، بيستخدم تولز معينه عشان يقدر يدير دي مثلا الخريطه احنا عاملينها، بنبدا نشوف مثلا كل حاجه ايه الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها في الشغل بتاعنا، تمام. ممكن مثلا تلاقي تولز مثلا زي البيم، مثلا زي الريفت، زي نفس وركس وهكذا، الفيرجن اللي انت تشتغل بيه، كل برنامج بنبدا نشوف هيستخدم في اي نقط معينه عشان نعمل بيه الشغل. في ده موديل ريفيو ماتريكس، انا ببقى عامل الموديل دوت واتاكد بقى. يعني عندي موديل مثلا مساحته بقت 215، مفيش مشكله، عدى 300 يبدا يديني الارم احمر، خلي بالك في مشكله. المشكله ايه؟ الحجم الموديل بقى كبير، تمام. ده هيدي خطوره ان ممكن واحنا شغالين بعد كده الموديل ما يفتحش، فشوف بقى هتقسمه او تعمل ايه بحيث تقلل المساحه بتاعته. بعد كده بنشوف التواريخ، اقارن بينه وبين اخر تاريخ، يعني ممكن التاريخ اللي قبل كده كان مساحته مثلا 400، فلا ده انا كده حجمه بقى كويس. ممكن نشوف بعد كده مثلا بعد ما عملنا كليننج، اوريزا من 321 ل 218، تمام، كويس. طيب، عندي كواليتي، في كم ورننج، في كم خطا بسيط، في كم مشكله حقيقيه، في كم عنصر موجود، في يعني نبدا نعمل موديل ايشيو بالماتريكس للمشاكل اللي موجوده. ده يفيدني في ايه؟ ان اول ما المشكله تحصل اقدر اتحكم فيها واعالجها، ابدا اعد كلاشيت، طب الكلاشيت اتحلت ولا ما اتحلتش؟ فبنعمل الماتريكس الحاجات دي، هو يبدا يشوفها ويبدا يشوف الحاجات دي. عندي مثلا التمبليت ده موجود فيه مثلا نقطه 1 2 3، الحاجات دي بتاكد منها عشان ما افاجئش بان في مشاكل. طيب، البيم سبيس ده بتاكد مثلا ان اسامي الغرف مظبوطه والمتناسقه والاجهزه اللي فيها مكتوب اسم الغرفه والحاجات دي كلها. البيم كوردينيتور،
بيقعد يتاكد ان البيم موديل ماشي على البيم ستاندرد، بنكون متفقين على بيم ستاندرد هنشتغل عليه، الكود البريطاني الامريكي الجزائري المصري المهم اي كود هنشتغل عليه. البيم كوشن بلان الكونتكت كلاش ديتكشن، نبدا نشوف ونعمل حاجه اسمها فيرش وورك ثرو. تمام، يعني ممكن انت من خلال ورك ثرو تبدا تكتشف مشاكل. طبعا كل برنامج بتعمل ورك ثرو الريفت بيعمل والنفس ورك نفس ورك، يعني تبدا تمشي في الطرقه فتبدا تكتشف مشاكل، تبدا تعمل زوم على بعض الاماكن كده وتكتشف المشاكل بالعين. ممكن تكون المشكله ما بتجيش بالكلاش، ممكن المشكله تيجي بان انت تشوفها بعينيك، يعني ممكن يكون في مثلا عمود ناقص، فالعمود الناقص دي مش هتقدر تكتشفها بان انت تشوف الحاجه خبطه فين، لا تكتشفها بان انت بتعمل تمشي كده جوه المبنى وتبدا تشوف المشاكل الموجوده في المبنى. يعني انا حاسس مثلا ان الحيطه دي مش واصله للاخر، تمام، في حته كده ناقصه في النص، تمام، فابدا اتاكد من المشاكل دي، هل الباب ده خالص في الحيطه دي ولا في مسافه، تمام، فبنبدا نعمل حاجه زي كده. وممكن تدخل مثلا شخص ثيرد بيرسون اهو، بحيث ان هو كانه هو ماشي وول ووك، وتبدا تخليه يمشي، وممكن تقول له في جرافيتي، يعني يمشي على الارض بالظبط، اول ما يلاقي باب لازم يقف ما يعديش من قلب الحيطه، ممكن تدي له امر ان هو ممكن يعدي من قلب الحيطه مثلا، تمام. طيب ممكن نعمل حاجه ثانيه برضه، في حاجه اسمها سيف فيو بوينت، فلاي دي كأن انا بطير، تمام. انا هوريكم ازاي ممكن واحد سهل جدا في البرنامج دوت من فيو بوينت، اجي هنا واقول له انا عايز اعمل انيميشن، نعمل انيميشن جديد مع بعض، اد انيميشن، واقول له سيف بوينت، وهلف المبنى شويه كده واقول له سيف بوينت، والف شويه كمان واقول له سيف بوينت، والف شويه كمان واقول له سيف بوينت، تمام. اخد الثلاثه دول واحطهم في قلب الانيميشن 1، مجرد تقول له بقى انا عايز ابدا اتحرك، فيبدا يعمل لك فيديو كانك واقف اول لقطه وراح لتاني لقطه وتالت لقطه، يعمل لك فيديو سريع جدا تقدر يعني تشوف المبنى من اخطر من جهه. ممكن ساعات بنعمل الوك ثرو ده بين الاخطاء، بحيث ان انا بقول له شوف خطه، اخد صوره ليه ونقش صوره صوره، نبدا نتنقل من صوره صوره ونبدا نشوف الاخطاء. وتقدر تحط كومنت، وتقدر تحط كل تاخد صور تحط تعليقات، وتقدر تعمل كلاشات من قلب البرنامج اللي اسمه نفس ورك مانجر. انا هوقف دوت. البيب كوردينيتور بيتاكد كل شويه من المشاكل الموجوده، بيحضر ميتنج يبدا يشوف الاخطاء ويبدا يحاول يحلها، بيعمل دعم للناس اللي موجوده، بيعمل اوديت للبيم موديل، تمام. ما ينفعش البيم كوردينيتور والبيم مانجر يعملوا نفس الحاجات، يعني هما بيبداوا يقسموا الشغل عليهم، معروف مين اللي يعمل ايه، بس ممكن مثلا يقول له ايه، طب خد انت الجزئيه دي ركز انت عليها، اعمل انت الفاميلي، انت اعمل التريننج، وهكذا. فيبداوا يقسموا الشغل عليهم الحاجات اللي يعني الشغل بينهم حسب حجم المشروع وحسب حجم الشغل الموجود. في بيم كونتنت كريتور اللي هو بيعمل مثلا فاميلي، طول ما انا شغال مثلا محتاج ان انا اعمل بامب معينه، محتاج ان انا اعمل حاجه معماريه مثلا زي ايه، مثلا فساد معين شكله معين كده جميل، فهو بقى يبدا يعمل الحاجات ديت. ده كده بيبقى شخص مستقل بيبدا يعمل الحاجات ديت. ممكن يعمل مثلا في حاجه اسمها ليفل اوف ديتيلينج او ليفل اوف ديفلوبمنت، غيرات بتخليها اسمها ليفل اوف ديفلوبمنت، دي عباره عن ايه؟ درجه التفصيل في المشروع. بمعنى ايه؟ لو انا ببدا الشغل خالص، لو ببدا الشغل في اول مشروع مش لازم احط تفصيل للباب والشباك والحاجات ديت، ممكن احط باب او شباك عادي، طول ما انا شغال ببدا اعمل ابديت للتفاصيل ديت. ممكن مثلا مش حط المقبض، بس بعد كده ببدا احط المقبض بتاع الباب،
ممكن مش حاطط انفورميشن اسم الشركه اللي شاري منها الباب، بعد فتره بحط. الليلو دي في كتاب مشهور جدا هبعته لكم دلوقتي، تمام؟ ليفل اسمه ال او دي، ال او دي 4، تمام؟ اللي كتبه اهوت ده النسخه اللي هي 2020. عندي ال او دي 100، يعني بيبقى تفاصيل من غير سايز. انا لسه هبدا المشروع فبقول دي الفكره، الفكره بس بدون تدخل في التفاصيل ولا حاجه خالص. ال 200 بقى بضيف بعض التفاصيل، ال 300 بيبقى دي الحاجات اللي هتتنفذ في الموقع، تمام؟ 350 دي الحاجات اللي ممكن الموقع يسال فيها حاجات زي كده. ال 400 كل التفاصيل اللي ممكن، اللي هي يعتبر ايه الفابريكيشن، الحاجات الاساسيه اللي لازم نشتغلها في المشروع. فده الكتاب اهوت ريبرنت. انا هحط لكم في الشات، مش عارف الشات بيطلع ما بدلاش ليه، ممكن عشان انا مشير الشاشه. ده الكتاب اهوت. ده الكتاب ده من الكتب المهمه جدا في موضوع الباب. ليه؟ احنا ممكن متفقين مثلا ان انا هسلمك ال او دي 100، تمام؟ وسلمتك المشروع بس انت شايف ان هو لا مش 100، ده اقل من كده، لا ده وهكذا، فنبدا نختلف. فنرجع للكتاب دوت، تمام؟ الكتاب ده بيقول لي ان انا عندي ال او دي 100 200 300 350 400. اهو بيقول لي ال او دي 100 الموديل اليمنت هتبقى مرسومه بس بدون سايز، ما تقيسش الحاجه. انا بقول لك ان انا هحط هنا عمود، تمام؟ انا بتكلم في فكره ان احنا هنحط عمود او مش هنحط عمود، ان انا هبني حيطه او مش هبني حيطه. ما تدخليش في تفاصيل، ما تقيسليش حاجه اهي. بات نوت اتس شيب سايز بريسنت لوكيشن، ما تخشليش في الحاجات دي كلها. ال 200 خلاص ابدا خد مني السايز، ممكن تكون المعلومات النون جرافيكال اللي هي الانفورميشن مش موجوده، تمام؟ ال 300 لا، لازم تبدا تحط لي بقى الكوانتيتي، السايز، الشيب، اللوكيشن، الاورينتيشن، كل المعلومات دي تكون موجوده. 350 تفاصيل هنركب الحاجات دي ازاي في الموقع. ال 400 ده بقى خلاص تفاصيل، التفاصيل اللي انا مش محتاج حاجه ثانيه، لازم تحط لي كل التفاصيل الكافيه عشان نعمل موقع بالشكل دوت. هنا 100 هو حاطط بس مربع بس كده. ال 200 بيبدا بقى يحط المعلومات صح، يبدا يحط السايز صح وهكذا. ال 300 بتحط بقى الحاجات اللي هي تنفع تتبات للموقع عشان تبدا تنفذ، اللي هي بنسميها اللوح شوب درونج. 350 بقى فيها تفاصيل اكتر في الشغل. هنا بقى حاطط كل العناصر، يعني الوول، الدور، كل العناصر، البايب وهكذا، كل العناصر موجوده هنا. يعني لو حبينا نروح للبرامج اهو هيقول لي في ال 100 هتعمل لي كذا، في ال 200 هتعمل لي كذا. في ال 100 مثلا انت محتاج تعمل لي ده السكيماتيك موديل اليمنت او الدياجرام، ده كافي بالنسبه لي. ال 200 لا، لازم تحط لي بقى، تبدا تحط لي بقى العناصر وتديني اللوح والحاجات دي كلها. زي ما انت شايف كل ما بتدخل في ال او دي احلى، بتلاقي حاطط لك تفاصيل اكتر. 350 لازم يحط لي سبورت، هتحط فين وشكلها هتركب ازاي. 300 مش بحط سبورت. ال 200 مجرد بحط الحاجه. ال 100 ممكن تديها له 2 دي، انا عايز بس اشوف هتركب لي موتور ولا هتركب ايه وهكذا. نبدا كل ما بنشتغل بنحط فيه التفاصيل اكتر، وده بيبقى حكم. لو احنا اختلفنا في اي حاجه، لا الموديل اللي انا حاسس ان هو المعلومات بتاعته مش كافيه، نرجع للكود، تمام؟ فعشان كده بالنسبه لنا لازم جدا نكون واضح في كل تسليم هتسلم لي ايه. يعني ما ينفعش اقول له اعمل لي بيم واسكت، تمام؟ لا، لازم يكون في تفاصيل اكتر. انا هعمل لي بيم يكون ال او دي 100 200 300 350 400 وهكذا، تمام؟ وضحت الفكره؟ ايوه، تمام. طيب البيم موديلر ده واحد مسؤول ان هو يبدا يعمل الموديل، يعني المفروض بقى تبقى ايه، بيم انجينير مثلا، تمام؟ يعني بيم موديلر او بيم انجينير هو مسؤول ان هو يعمل موديل، هو المفروض بيعمل الديزاين. هنا مكتوبه تو فول ديزاين انجينير، المفروض ان هو بقى واحد، يعني هو الديزاين انجينير هو اللي بيعمل، بدل ما بيعمل على الكاد هو بيعملها على البيم، فهو واحد بس، هو نفس الشخص.
يعني من الحاجات اللي غلط جدا ان انا يبقى عندي فريق ديزاين وفريق للبيم. فريق ديزاين يعمل الشغل كاد وبعد كده يدي لي البيم يبدا يعمله، فده ريورك. وساعات يقول لك ايه الناس بتوع البيم يقول لك انا مش هشتغل غير لما تجي لي ابروفال على الشغل اللي هم الناس عملوه في موضوع الديزاين، فتلاقي الشغل اتعطل. فالاحسن ان هم يكون نفس التيم او نفس الفريق او نفس الشخص وهكذا. تمام. هو بيبقى مسؤول برضو ان هو يعمل كلاش فري، يعني يدينا موديل ما فيهوش اي تعرضات. طبعا ده بالتعاون مع البيم كورتينيتور، يبداوا يحصل موديل كل شويه والبيم كورتينيتور يقول انا عندي كلاش بين الاستراكشر والام اي بي، مين اللي يحرك؟ تمام. اكيد طبعا الام اي بي. تمام. هو بيبدا يقرر كل واحد مين اللي يحرك في الشغل بتاعه. تمام. طبعا عندنا حاجه اسمها البروجكت تمبليت. تمام. البروجكت تمبليت ده اللي بيكون عامله مثلا البيم مانجر وبيبدا يقول للناس كلها تشتغل عليه. عباره عن ايه؟ عباره عن ملف فاضي خالص. يعني لو جينا نفتح كده الريفت ونشوف التمبليت، انا لما بقول له نيو بيبدا يقول لي هتشتغل على التمبليت، فبلاقي كونستراكشر تمبليت، ارتكشر تمبليت، ستراكشر، ميكانيكال. التمبليت دي كلها اقدر اتحكم فيها، يعني اقدر اضيف فيهم، يبقى في اكتر من دول انا مش ملتزم بيهم. تمام. ممكن تيجي براوس وتختار تمبليت، اللي التمبليت مثلا في الريفت ار تي، ممكن تختار واحد زي ده او ده او ده او ده، كل واحد من دول بيبقى فيه حاجات مختلفه. تمام. اقدر اضيف للقائمه دي؟ اقدر، هنشوفها مع بعض. طيب بيسالني بقى سؤال، انت عايز تفتح كمشروع، يعني هتبدا مشروع جديد، ولا بروجكت كتمبليت هتعدل عليه بحيث يبقى تستخدمه بعد كده في المشاريع اللي بعد كده؟ تمام. يعني الاختيار الاولاني، انا اختار ان انا افتح كبروجكت واشتغل عليه كبروجكت. بروجكت تمبليت لا، ده انا هعدل في التمبليت دوت بحيث لو هشتغل في مشروع بعد كده. طيب لو انا قلت له اوكي هيبدا يفتح لي مشروع فاضي خالص بس في خصائص معينه هتوفر عليا وقت. بمعنى هو حط لي الاليفيشن هنا. تمام. ده يسهل عليا ان انا بدل ما اقعد ادور على الاليفيشن واحطها هتبقى سهل. لو انا جيت ارسم سيكشن هتلاقي حاطط لي الرمز مظبوط بتاع السيكشن. تمام. لو انا بدات اليونت هو ظبط لي اليونت، هو عمل لي اصلا لوح للفلور ولوح للسيلينج ولوح لل 3 دي بتسميات مظبوطه، وعمل لي الاليفيشن وعمل لي سكادول. سكادول للفلور، اول ما ارسم حاجه في الفلور هو يبدا يحطها عنده في السكادول اهو، الروم نمبر، الروم تايب، الاريا، الحاجات دي كلها. طيب خليني اعمل واحد كده من غير تمبليت، يعني اقول له نيو واقول له انا مش عايز ابدا تمبليت خالص. نعم. اوكي. هيسالني اول سؤال امبريال ولا متريك، يعني هو ما عندوش اي معلومات خالص، الخطوط مش مظبوطه، الكتابات مش مظبوطه، انواع الحوائط مش مظبوطه. فهتلاقي لو انت بدات من غير تمبليت في مشكله. تمام. طيب نعمل التمبليت ازاي؟ بص خالص، انت ابدا مشروع واشتغل فيه، وبعد كده لما تحس ان هو كويس الغي الشغل. يعني التمبليت ده بقى فيه الحاجات اللي انا هشتغل فيها، فما ينفعش ان انا افتح الاقي فيه فيلا موجوده، لا بلغي كل الشغل، بروح داخل في 3 دي واتاكد ان انا لغيت كل الحاجات اللي اترسمت. تمام. ويكون مثلا مظبط انا محتاج كام ليفل؟ 2، خلاص هخلي الاثنين بس. تمام. هنا مثلا حاطط ليفل 1، خلاص هو الليفل 1 مثلا. طب انا عايز اضيف ليفل ثاني، ممكن تضيف ليفل ثاني، تقول له انا عايز تدخل من اي لوحه مثلا، ليفل او سيكشن او حاجه، خلينا مثلا هنا سيكشن. الليفل ده مثلا ممكن تقول له انا عايز ارسم ليفل ثاني. لاحظ ان علامه الليفل مش موجوده، ليه؟ لازم ادخل بقى اديت تايب واحمل الفاميلي ديت واحطها واعرفه عليها وحاجات زي كده، فبتلاقي انت بتضيع وقت كتير قوي، فالتمبليت هيسهل لي كتير جدا. تمام. دي فايده التمبليت. انما انت طيب لو انا عايز اعمل تمبليت بقول له فايل واقول له سيف از وسيفه كتمبليت. الامتداد بتاع التمبليت ار تي اي، اختار ريفت تمبليت ار تي اي. ممكن ان شاء الله نحاول نخلي فيه محاضره خاصه بازاي نعمل تمبليت كمثال. يعني احنا مش بنشتغل ريفت، احنا بنشتغل بيم. اي برنامج من برامج البيم هتفهمها هتقدر تفهم الباقي.
انا اول ما اشتغلت بيم اشتغلت في شركه، او تاني مره، تاني شركه اشتغلت فيها بيم، كان البيم مانجر عندنا ما يعرفش ريفيت، واحنا كلنا شغالين ريفيت، بس هو كان شغال ببرنامج تاني وكان فاهم فكره البيم وفاهم فكره التمبليت وفاهم فكره كذا، ولو في اي اختلاف بيدور على النت ويلاقيها، مش مشكله البرامج، خلي البرامج على جنب، انت لو فهمت اي برنامج، يعني لو فهمت النفس وركس ممكن تشتغل على اي برنامج زيه، زي في برنامج اسمه سينكرو، وفي برامج كتيره جدا، لو اشتغلت على واحد هتلاقي كل الباقي انت عارفه، بتلاقي كلهم زي بعض. تمام؟ طيب هقول له بقى ايه؟ هتقول له سيف اس تمبليت، وتسمي بقى اسم اللي انت عايزه، وبعد كده في اي لحظه تقدر تفتحها عادي. طيب ممكن برضو نيجي هنا وتقول له اوبشن، تمام؟ وتقول له مثلا انا عايز فايل لوكيشن، وتقول له انا عايز ازود مثلا السيستم اناليسيس بالشكل دوت. انا عايز ازود البرامج بالشكل دوت. لو انت عندك حاجه حاسس انها مش بتستخدمها كتير ممكن تشيلها، تقول له ريموف. اوكي. بعد كده لما اقول له بعد كده انا عايز اعمل نيو، وتيجي هنا هتلاقيه مضاف للقائمه، تمام؟ فدي فكره ان تعمل تمبليت. المفروض البيم مانجر بيعمل تمبليت بشكل قوي، وبعد كده تتابع اللي هو عامله. لحد كده في اي مشاكل او اسئله، او في حاجه انتوا عايزين نركز عليها في الفتره اللي جايه او كده؟ استاذ ممكن تعيد لنا تاع التمبلت؟ نعيد الجزء بتاع التمبلت؟ ايه. حاضر. ايه تاني؟ يعني احنا الكورس معانا ان احنا نغير المحتوى بتاعته، لو في نقطه الناس مركزه عليها او مهمه بالنسبه لها في الشغل، او هما في جزء معين عايزين نتكلم عنه، مفيش مشكله ان احنا نظبطها باذن الله. فلو في اي حد عنده حاجه معينه عايز نعملها مفيش مشكله. فايه رايكم؟ يا باشمهندس ليه؟ نعم. ايوه، في اي حاجه حابه ان احنا نركز عليها في الورك شوب؟ لا. تمام. طيب باشمهندس عبد القادر، يعني ممكن حد مثلا شايف ان في حاجه معانا بالنسبه له تكون افضل في الشغل، مفيش مشكله يقول لنا عليها؟ نعم مش مشكله، ما كانش مشكله. خلاص تمام. طيب هنعيد الجزء بتاع التمبليت. التمبليت عباره عن ايه؟ التمبليت ده هتلاقيه في كل حاجه، سواء الوورد، سواء الاكسل، سواء الاوتوكاد، هي نفس الفكره، عباره عن ملف فاضي بس الاعدادات بتاعته مظبوطه. يعني انا مش هفتحه والاقي فيه كلام مكتوب، الا مثلا ممكن يكون تمبليت خاص مثلا بالعقود الحكوميه، فهو حاطط تمبليت معين. يعني خلينا نمسح الوورد. فانا بقول له انا عايز ابدا جديد، فبيقول لي جديد ده عايز تبدا واحد فاضي ولا عايز تبدا بحاجات تمبليت، بيبدا يدور في التمبليت. تمام. مثلا وورد بيجيب لي التمبليت جاهزه بالشكل دوت. تمام. طيب لو احنا فتحنا حتى الاوتوكاد، الاوتوكاد هتلاقي فيه جوه تمبليت عباره عن ملف بيبقى فاضي فيه بس بعض الاعدادات او فيه الحاجات اللي تسهل عليا الشغل بتاعي. الريفت برضو كذلك، الريفت بيبقى فيه ملف بلاقي فيه الاعدادات مظبوطه، ممكن يعني حسب الوقت، لو في وقت ناخد موضوع التمبليت دوت بشكل قوي، ازاي نعمل تمبليت، ازاي نظبط الاعدادات. تمام. يعني انا مثلا هبدا نعم التمبليت هو يعني احنا عندنا اون فرونسي الكاف بالفرنساوي، ما اعرفش فرنساوي. هو عباره عن ملف فاضي ما فيهوش شغل بس فيه الاعدادات مظبوطه، لما اجي ابدا شغل الاقي الحاجات سهله عليا. يعني لما هاجي ابدا بص في الاوتوكاد مثلا، لو انا بدات واحد من غير تمبليت ما بيبقاش فيه اي لير خالص، فبيضطر انت بقى تضيفهم لير لير، فبياخد وقت كتير جدا. لما تقول له مثلا احنا نفس يعني التمبليت هو الكالك، هو الكالك اون فرونسي. لا يا شيخ،
اي مشروع، اي مشروع تبدا الا تخدم بلاي كارك، بخاطر هذا القارك كاش مشكل، اي مشكل يكون في اي عنصر من العناصر يعني تروح تدير له موديفيكيشن. تمام. طيب بص، احنا هنا في الاختيار مثلا عندنا حاجه اسمها تمبليت. يعني ايه؟ يعني ما بداش من الصفر. لو انا بدات من الصفر هتلاقي اليونت مش مظبوطه تقعد تظبطها، هتلاقي الليارات مش مظبوطه تقعد تظبطها، هتلاقي حاجات كتير قوي هتضيع وقت منك. تمام. فانا لو قلت له دلوقتي ابدا افتح لي مثلا التمبليت، هتلاقي في بعض الحاجات مظبوطه. ممكن تقول له مثلا افتح لي تمبليت مثلا ايزو، فتلاقي الاعداد بتاعت الايزو مظبوطه. تمام. فانا مش محتاج شغل، انا محتاج بس الليارات تكون مظبوطه والايزو هو بدا يشتغل معايا وهكذا. فنفس الفكره برضو في الريفت، انا مش هفتح تمبليت الاقي مرسوم فيه بيت. تمام. يعني لما اقول له اوكي وخلينا نختار مثلا الاركتكتشر تمبليت، ما سالنيش عن اليونت، هي اليونت مسجله عنده، اليونت ما سالنيش عن... هي عنده كده اليونت مظبطه، الشكل السكشن مظبوط، شكل العلامات دي مظبوطه، كل الحاجات دي مظبوطه. لما اقول له وول هتلاقي في كذا حته موجودين جاهزين بالماتيريال بالتقسيمات بالحاجات دي كلها. انما لو انت بدات من غير تمبليت هتلاقي ده كله فاضي، هتلاقي فيه تقريبا حته واحده بس وخلاص. انما هنا بتبدا ترسم، في حد بعد حاجه على الشات؟ تمام. يعني باشمهندس ربنا بتقول تمبليت يعني جابريت او حاجات زي كده، ما اعرفش النطق بتاعها فرنسي. تمام. تمام. دي مثلا تفاصيل هنا، مثلا ده كده نقدر نقول ان ده ال ودي 300. تمام. لو وصلته للكوارتز دي حته كده في الريفت، ان انت تقدر تختار نقدر نسميها ايه، نسميها ليفل اوف ديتيل او ديتيل ليفل. هنا كده تعتبر ده ال ودي 0، مفيش اي تفاصيل، مفيش انواع الحوائط، مفيش اي حاجه. فالتمبليت هو ملف فاضي خالص، ممكن تعمل انت تمبليت للفيلن وتمبليت للمستشفيات وتمبليت لشغل الصحي، وتبدا تختار حسب الشغل بتاعك. انا بعمل ايه بعد ما اخلص شغل خالص؟ يعني مثلا وليكن ده المشروع بتاعي وده خلص خالص، خليني الغي العلامه، في علامه كده اسمها سيكشن بوكس، بحيث ان هو يظهر لي جزء معين، انا هقول له زر مشروع. تمام. انا عايز اخلي ده تمبليت، بعمل ايه؟ الغي كل الشغل. انا لغيت الشغل كله بس انواع الحوائط لسه موجوده، وانواع يعني الفاميلي اللي انا استخدمتها في المشروع موجوده. تمام. الاسكادولات هسيبها، الاسكادولات هسيبها هتبقى فاضيه، هتبقى الاسكادول هيبقى فاضي، بس مجرد لما المشروع الجديد ارسم اي حاجه هيظهر معايا في الاسكادول. الاسكادولات المفروض كلها فاضيه بس جاهزه، لو رسمت اي باب يظهر معايا. تمام. مفيش ابواب، بس لو رسمت اي باب في المشروع بعد كده هتلاقي بدا يظهر لي اسم الباب والسايز والفريم وكل المعلومات دي، التفاصيل. أيوة. التفاصيل كلها هتبقى مسجله جواه، فده هيوفر معايا وقت ان انا ما ابداش من الصفر. بعد ما اخلص خالص بروح قايل له فايل واقول له سيف اس تمبليت. بعد كده لما اجي اشتغل في المشروع اقول له التمبليت ده اللي انا عايز ابدا بيه. ليه؟ ساعات ممكن تكون المشروع بتاعك انت خاص بالجزائر، فانت حطيت كلام بالفرنساوي. تمام. على فكره انا كنت في ثانويه عامه دارس فرنساوي، وكنت جايب تقدير ما شاء الله 48.5 من 50، بس من الواحد ما بيتكلمش خالص، فيعني بقيت زيرو فرنساوي. تمام. سيف اس، ما فيش حاجه مش عايز امارسها. تمام. يعني ما فيش حاجه اسمها ايه، انا شاطر في البيم فمش هشتغل بيم، او انا بقيت بيم مانجر فخلاص هبدا ايه اقول للناس تشتغل وانا من فوق كده بتابعها. لا، لازم كل يوم تشتغل بايديك، ولازم كل يوم تمارس، حتى لو في الفتره دي الشغل بتاعك ما فيهوش بيم. لا، ده انا بقعد امارس، انا في حاجات مثلا انا بحبها بس مش بشتغل بيها زي البرمجه، لازم كل كام يوم كده افتح وابرمج كده حاجه لنفسي، حتى لو ببرمج لعبه حاجه يعني ملهاش لازمه، بس عشان ما انساهاش. الممارسه هي اللي تخليك تفتكر وتبقى شاطر في حاجه. يعني لو مش شغال بيم، اعمل مشروع واثنين وثلاثه، هتلاقي نفسك بقيت شاطر جدا وبقيت تقدر تشتغل في اي حاجه. فانت بس بتقول له سيف اس تمبليت وتروح مسافر. انا ساعات وانا ماشي في الشارع الاقي مثلا بيت مصمم بشكل غريب شويه، او سور معمول بشكل غريب شويه،
اروح مطلع الموبايل واصور الصور ديت واروح البيت وابقى افكر ازاي اعملها في البيم، ازاي اعملها في الريفت، ازاي اعملها في السكتش اب وهكذا، بحيث ان الواحد ايه يتحدى نفسه ويعمل حاجه جديده ما كانش يعرفها قبل. تمام. او كل شويه الواحد بيكتشف حاجات جديده لسه اول مره الواحد يسمع عنها. يعني انا شغال بقالي 15 سنه في الريفت، وكل مشروع بتلاقي فيه دي حاجه جديده، في مثلا شكل معين مختلف عن كذا، في فاميلي اول مره الواحد يعملها فبيقعد يفكر فيها ويدور على النت عشان يتعلمها وهكذا. تمام. طيب احنا اتفقنا الواجب بتاعنا ايه بس عشان ما ننساش، او الحاجه اللي مطلوبه مننا ان احنا نعمل اللي هو الجزء دوت. من وجهه نظرك نقطه حتى، يعني النقطة القوة أو نقطة الضعف والفرص المتاحة والتحديات اللي موجودة عشان نطبق البيب دي، عشان بس ما ننساش، أول حد عمل دي تبقى ممتازة جدا اللي هو التحليل ده. تمام. أه ده حكينا عن طيب. كده احنا فهمنا القصة. في أي أسئلة ممكن نتناقشها؟ او في اي حاجه مش واضحه، او في اي حاجه عايزين نتكلم نركز عليها المحاضره اللي جايه ان شاء الله؟ يعني في اسئله؟ نعم. الو الو. ايوه مع حضرتك. ومو في ما كاش مشكله. تمام. لو في اي حاجه مش واضحه تمام. انا معاكم في قلب الـ 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 الجروب الموجود. تمام. لو في اي كتاب انتوا شايفين محتاجين ان احنا نركز عليه نجيبه، احنا يعني في بعض المواضيع انا حاططها ممكن نغير فيها طبعا بعد اذن الشمس لمنا، لو الناس مجمعه ان الحاجه دي مثلا نركز عليها افضل. عايزين نعمل زي ورك شوب، يعني هنتخيل مع بعض المره الجايه مثلا ان احنا عندنا شركه وشغاله كده وعايز تتبنى البيم، طب هنعملها ازاي؟ نتبنى البيم ازاي؟ يعني نبدا نفكر كده مع بعض بصوت عالي ونبدا نشوف ايه النقط، لان تبني البيم ممكن يوقع الشركه لو هي ماشيه بخطوات غلط. على سبيل المثال في شركه مثلا كبيره جدا موجوده في مصر خدت مشروع ضخم جدا وراحت قالت لك احنا هنعمله بيم، ومضوا في العقد ان هم يسلموه بيم وما عندهمش حد شغال بيم. تمام. قال لك احنا اشترينا البرنامج، اشتروا البرنامج وده فلوس كبيره جدا، ممكن مثلا 100,000 ريال حاجه زي 100,000 دولار، وسطبوها على الاجهزه كلها وما عندهمش حد شغال، فكله عمال يجرب، كل واحد عمال يدخل على النت، فده تضيع الوقت. لو في اثنين ثلاثه يعملوا لهم سبورت او يعملوا تريننج او يعملوا لهم حاجات زي كده، ده هيكون احسن بكتير. دي الفكره. تمام؟ طيب باشمهندس عبد الفتاح. اوكي. تمام؟ في اي مشاكل؟ ما في مشاكل. لا لا. انا عشان المحاضره ما تتنسيش، عشان المحاضره ما تتنسيش، عايز كل واحد بس يبدا يفكر ايه نقطة القوة وايه نقطة الضعف وايه الفرص الكويسة والاحتمال سواء لي او الشركة، ده هيخلي المعلومة تثبت ويبدأ يفكر فيها تاني. المرة الجاية هناخد مثلا حاجة معينة ونبدأ ناخد عليها واجب تطبيقي في قلب المحاضرة وواجب بعد المحاضرة. أنا لما درست في الـ RSS والبري والحاجات البريطانية دي كان لازم يديك حاجة تطبقها أنت بنفسك وتبعتها له وهو يرجعها ويبدأ يقول لك إذا كان في مشاكل أو الحاجة معمولة أو كده. تمام. بحيث ان الناس تخرج من الورك شوب تقدر تشتغل في مجال البيم مانجر. البيم مانجر ممكن يشتغل وهو ما فهمش برامج، اه يقدر، بس هتبقى فيها مشكله، لازم يكون ذكي جدا ولما تواجهه مشكله يقدر يدور على حلول ليها. يعني حد واجهته مشكله طب وراح للبيم مانجر يقول له طب اديني نص ساعه، ويقدر يدخل على النت ويفهم المشكله ايه ويجاوب حلها ويديها له، يبقى عنده قدره ان هو يقدر يعمل بيم اكشن بلان، يقدر يحضر الاجتماعات، يقدر يقنع الشخص بالحاجه، يقدر يقدر المشروع ده هيكلف فلوس قد ايه وقت قد ايه. تمام؟ تمام. خلاص باذن الله. شكرا لكم، وان شاء الله ميعادنا بكره باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله. شكرا. شكرا يا استاذ، الله يحفظك. شكرا استاذ. شكرا مشاهدي، الله يخليك، جزاكم الله خير. سي يو تومورو. باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله.